مساكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدي قناة البحرين الرياضية في هذه الحلقة الخاصة من برنامج الكرة في ملعبك اليوم مع أغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، ومن منا لا يتمنى شرف لقاء جلالة الملك المفدى والسلام على جلالته ونيل شرف هذا اللقب. اليوم أربع فرق وصلوا للدور قبل النهائي، ببتدي من الرفاع في المحافظة الجنوبية، وهنا في المحرق ثلاثة فرق تتنافس لنيل اللقب، أيضا الحالة والحد والمحرق بالتأكيد. إذن المنافسة ما بين الفرق الأربعة لنيل أغلى الكؤوس. ما راح أطول عليكم، اليوم الحلقة فيها ضيوف من العيار الثقيل كما يقال. أبتدي من اليمين ورحب ضيوفي في هذه الحلقة من الكرة في ملعبك، وعبد الرحمن الناقد والمحل الرياضي الكابتن حمد الرعية. مرحبا فيك عبد الرحمن. مرحبا فيك بتركي، رحب فيك ورحب بسادة المشاهدين، وشرفني أن أنا أكون بين هالنجوم الكبار اللي أتعلم منهم الحرف قبل الكلمة. يا مرحبا فيك. أي حرف؟ خلت حرف حروف انت ليش؟ خلت بروحك عندك حروف وتقططهم علينا. ما قلت شيء. يغرد دائما يغرد، كله غرد، يقول تعلم وتعلم فيني. وانت تقرا تقريرات ابو حسام؟ لا لا لا، تعلمت منك. خلنا رحب خلنا رحب فيك ابو حسام، بس خلنا رحب فيك ابو حسام. تعلمت منك الحراسه والله العظيم، اثق في كلامي. لا لا بقول لك، تعلمت منك وقدوتي، وكنت دائما انا لا مو ببردك مو ببردك لا لا دائما دائما انا اقول قدوتي وبظل قدوتي بحراسه المرمى حموس سلطان عزيز وين ما كنت حبيب. نقدر نقول ابو حسام ان حمد الروعي كان يجي من عقب حموس سلطان في حراسه المرمى في البحرين. والله حمد من احسن الحراس من بعد حموس سلطان مباشره. حمود عقب نقول لا حمد لا الان تقول لا ما قلت انا اقول من افضل في افضل مني يعني لا في علي حسن وبدر بس يعلي بالخير في علي حسن وحيد خلا وحيد خلا رمزي حسن رمزي من بعد بنذكرهم في الحلقه بنذكرهم اللي مروا في مشوار خلنا هذا بس هذه بعد النسيب يا ابو حسام نسيته المسي عليه بالخير محمد صالح بشيت. عموما نرحب في المحلل الرياضي واللاعب الدولي السابق وحارس الخشبات الثلاث عملاق الخشبات الثلاث احمد سلطان. ابو حسام يا مرحبا فيك حبيبي. اول شيء اتشرف للموجودين اخوان اخوي عبد الله عزيز علي، هذه اتوام اخوي حمد وقلبه ابيض مو عليكم من حركات قلبه ابيض، وانت عاد شو اقول لك؟ ما عليك زود يا ابو حسام، شمعة التلفزيون، شمعة الجلسات حقيقة، وصاحب الكلمات اللي شو اقول لك الرنان. ما عليك زود، ما عليك زود. اخوي ابو عبد الله رياض. مرحبا رياض. ما اقدر اقول شو اقول لك عنه، يمكن الناس يشوفونه هو شري، بس هو والله اللي تمشي وياه قلب ابيض يحب الناس كذي ويحب يساعد. الله يسلمك. مشكلتي يخليك. شنو مشكلته؟ مشكلتي هو شيء واحد، لازم تدفع له. ما تدفع ما تحكي. اخوي نادر شرف فيه موجود. محمد شلون نادر العواضي؟ والنعم انا ما احتكيت فيه لان بعيد بعيد اسمع عنه بس. يا الايام. الايام يا الايام. ان شاء الله تقعد معه. لحتك وايد وفي صالحه. برجع لك في الرياض. ارحب ايضا بالناقد والاعلامي الرياضي عبد الله بن نوفل. ابو حمد يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك، امسي عليك ومسي على جميع المشاهدين وعلى جميع الاخوان، ونتمنى ان شاء الله انها تكون حلقه يعني تليق باسم صاحب هذه البطوله الغاليه علينا جميعا. بلا شك يا ابو حمد. ايضا الغائب الحاضر والقادم من هناك من العاصمه الاماراتيه ابو ظبي، المدرب الوطني والناقد الرياضي والمحلل الكروي الكابتن رياض الذوالي. ابو عبد الله يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك، امسي عليك وامسي على اخواني وامسي على جماهير البحرينيه القاليه علينا وقاليه على قلوبنا، وانا سعيد جدا في مشاركتي في هذه بطوله اقل الكؤوس في بطوله جلاله الملك، فاساس ان احنا نضيف ونثري هذه البطوله اللي الجميع بصراحه يحب يشارك في هذه البطوله، وانا سعيد اليوم يعني اكثر سعاده اني انا اشارك النخبه المحللين اللي موجودين في الساحه من ابرز الساحه الخليجيه والوطن العربي، وانا يعني محظوظ اليوم اني اجلس مع اخي وعزيزي حمود سلطان الحارس اللي العملاق والاسطوره الكبيره في الخليج
كلنا احنا كمحللين فخورين ان احنا نكون اليوم مع حمود ومعاك ومع الاخوان الجميع صراحه. ويعني لنا شرف كبير، حمود خدم كره القدم في البحرين وشخص كل الخليج يحبه ويعزه، واحنا اليوم سعداء ان احنا نكون في اول حلقه مع حمود. طلعنا في حلقه لايف مع عبد الله زين، مع حمود حمود يضحك. حلقات وسائل التواصل الاجتماعي حلوه وظهروا من هناك من الامارات في كاس اسيا. ها ابو حسام اعطيتهم فرصه. تعبتوا ابو حمد، تعبتوا ما يخلينا نطلق. لا لان الله يسلمك رياض وحمود اذا اعطيتهم طلقت لهم العنان يخربطون الدنيا. يعني الحين ما اعطيهم ها؟ لا تعطيهم لان بنخلص من وقت. ابو عبد الله ما عليه خوف، قاعد على يساره محامي حلو قناه البحر الرياضيه نادر العواب بن محمد، يا مرحبا فيك. مسي عليك يا ابو تركي، مسي على النجوم الكبار اللي موجودين اليوم، شرف كبير اني اتواجد في وسطهم للامانه. ابو حسام وابو عبد الله وابو عبد الرحمن وابو حمد اعتقد نجوم اثروا الشاشه سواء الخليجيه وحتى قناه تلفزيون البحرين. شرف كبير ان نتواجد معاهم اليوم، نحاول نحلل في بطوله غاليه علينا، بطوله كاس سيدي جلاله الملك. بالتاكيد غاليه على الجميع. مشاهدي الكرام قبل ما ابتدي مع ضيوفي، مو بضيوفي، هذه مكانهم وهذه دارهم وقناه البحرين الرياضيه بيتهم الاول دائما وابدا، واغلى الكؤوس هو هدفنا اليوم. نتكلم عن تاريخ هذه البطوله الغاليه بمسماها القديم كاس سمو الامير الراحل طيب الله ثراه، واليوم من 99 بدات بمسمى جديد كاس جلاله الملك المفدى. نتابع هذا التقرير ونعود لضيفنا في الاستديو. هي ليست أي بطولة ولا حتى مجرد كأس، هو ليس تاريخا ينسى، فالأمور تختلف كليا إذا ارتبط الشيء باسم جلالة الملك. فالبطولة بعدها تصبح الهدف الأول للجميع، أما الكأس فيتغير مسماه مباشرة إلى أغلى الكؤوس. وبالنسبة للتاريخ فتسطر السطور فيه بلون الذهب. عندما تغوص في بحار العراقة والأصالة والمجد في الوقت الذي نذكر فيه اسم بطولة تعيش فخرا وعزا منذ أن ربطت باسم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرجل الذي كان السبب في أن تكون الرياضة البحرينية مصدر نجاح وتميز في المحافل الدولية والعالمية، كونه الرياضي الأول في المملكة والداعم الرئيسي للرياضة. بعد تأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بعامين بدأت بطولة كأس الاتحاد، وفي عهد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة أي في العام 1978 من القرن الماضي انطلقت بطولة كأس الأمير. وفي العام 2002 تغير مسمى البطولة إلى كأس جلالة الملك، وتشكل هذه المسابقة الأهمية الكبيرة لدى جميع الأندية في مملكة البحرين. ويعتبر نادي المحرق هو أول من توج فيها، أما النجمة فقد كتب التاريخ بجدارة العام المنصرم بعد أن انتصر على صاحب السجل القياسي في معانقة هذه الكأس. اليوم نعيش بين أضلاع مربع الذهب، فالبرتقالي يريد أن يكمل المفاجأة أمام الجنرال الذي يقود موجة تسونامي بدون توقف. في الطرف المقابل زئير أسد يسمع في كل مكان، وعيون الذئاب لا تبشر بخير.
حياكم الله من جديد. اطلعنا على تاريخ اغلى البطولات في البحرين بالنسبه على قلب كل بحريني. عموما راح نتكلم عن الفرق الاربعه وراح نتكلم في محاور كثيره، لكن انا بستغل وجود حمود سلطان وابو عبد الله رياض الدواري، بتكلم عن ذكرياتهم مع اغلى الكؤوس. طبعا ما لحقت على كاس جلاله الملك، لحقت على كاس سمو الامير في ذاك الوقت ابو حسام. والله شوف، تعرف كاس الامير كان اغلى شيء عندنا اكيد، الله يرحمه الشيخ عيسى، حقيقة تروح له إن نتمنى إن نوصله، بس يعني كل فريق كل نادي بيوصله، وهذا شرف لنا والحمد لله. إحنا يعني أول كاس ختمناه إحنا وخذيناه من الوحدة. سنة كم ذي كان؟ سنة الله يسلمك تقريبا كنا في 1976. ذكرياتك أيه؟ اللي يعني مريت فيها في الكاس، هذه ابرز شيء انا يعني، هذه كان الوحده كانوا افضل منه في ذاك الوقت في ذي المباراه يعني. بس الحمد لله انا صديت البلنتي الله من الزياني وحسن سجل هدف وخذينا البطوله، وهذه شيء يفرحنا يعني فعلا. تعرف مباراه النهائي غير، ما تقول والله هذا الفريق افضل او هذه اقل، لا يختلف كل شيء النهائي. انا توقعت بتقول لي افضل مباراه كانت لك مع الرفاع بحكم التاريخ اللي جمع لهم حرق الرفاع. لا الرفاع مشكلة النهائي ما حصلنا نهائي الرفاع، كوس ما ايه ما كانت ما تلاقي بلا لعبنا يا الرفاع بس ما نذكر فيه. ها ما نبي نذكرها، فزنا على الرفاع ما نبي نذكرها. لعبت وياهم وايد ولا شيء، مباراه اللي جسمه مباراه اللي سجلت فيها بلنتي زين، رحت منها احسن واحده من افضل المباريات اللي احنا شفناها واحنا صغار. احنا صغار في المدينه، انت صغار كنت تشوف احمد سلطان شلون بعد في المدينه شجعنا محمد سجع محرك، لا تقول سجع محرك، ها اجيب لك القران وخلك تعلم سجع محرك. وعبد الله لا تضحك، سجع محرك ولا لا؟ اللي ماله تالي اللي ماله ما اول ماله تالي الحمد لله. يبدا ترى انا ورا بيت حمود، شفت بيتنا ورا بيت حمود. زين قولها شنو كنت في ذاك الوقت تشجع وين؟ لا ما كنت اشجع، لا شجعت محرق. انا احب مدينه المحرق. تحب المحرق؟ احب مدينه المحرق من مدنها بقراها. سؤال من ما يحب مدينه المحرق؟ خلي تعال ما في احد بعد هسه احد ما يحب محرق ومنام والرفاع. لا 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 يحب محرق بفريقها ولا يحب محرق؟ هو تعب الحين، هو محرق الحين يوم قال فريقها ما تحبه. احب مدينه المحرق. وفريقها شنو؟ فريق عريق وفريق له كيان كبير. تحب المحرق بدون فريقها ولا تحرق مع فريقها؟ المدينه انا ما تحرق المدينه يا اعشق المدينه. تعشق محرق كنت وشفتك المباراه شجعني. انا كنت صغير بقول لك صغير، كنت صغير. لا تخليني احلفك الحين على الاغراض. حمود بالرابطه اهله كلهم شو اسمه اشوفه وانا صغير لابس الثوب الاحمر وحاطه ايدين ما ايدين. خلي يقول له ها حمد رويعي، انت شلون تاريخك مع البطوله؟ والله ابو تركي شوف، البطوله يعني كان لنا النصيب الاكبر فيها في سنه 99 كرفاع الشرقي. كرفاع الشرقي نادي حققناها 3 مرات، بس من ضمن الذكريات اللي في بطوله جلاله كاس الملك كانت ذاك المسمى الامير، كاس الامير، وكان لي الشرف العظيم ان انا يعني اصافح اللي بالنيابه عن جلاله الملكه وبالنيابه عن كاس الامير كان. فمن الذكريات كان لي هدف امام القادسيه في النهائي. لك هدف؟ اي سجلت هدف بلنتي. ما تلاقيت مع حمود في مع المحرك في المباراه؟ بلك لقيت معه، وكان حمود وكان حمود ذيك الساعه كان هو مدرب الحراس في نادي المحرك، لكن ما تواجهته كخصمين داخل الملعب. انا اسال لا ما تلاقي. انا كنت صغير، كل واحد صغار انا ديناصور صغار كل واحد صغير والله. بس كنت استمتع اشوفه شهاده لله، كنت استمتع اكبر بنج من البدايه. عندي ذكرى صدق نسيتها. اي قولها الذكرى. ذكرى ما صارت ولا كثر ذكرى ما بنساها. ايش كثر عندك مرات ويا رفع؟ في ذكرى بس ما ذكرت. قلت لا اي لانك ما خلاني ما خلاني شو ذي يعني. شنو الذكرى؟ الذكرى صار بنات لنا ويرفع وسجلوا احتجوا الرفع. هاي في النهائي كان؟ في النهائي نعم. اوكي احتجوا. انزين يا ها ردوا
احتجوا على البلنتي ولا احتجوا على التسديد على البلنتي على البلنتي نفسه على البلنتي يعني متعودين ياخذون مو بلنتي بلنتي واضح بلنتي واضح ها اسمعني صار مثل شنو في الفريج قاعده يضيع البلنتي بنلعب سجلنا انسحبوا هم هذه الخطه كانت هاي خطه اي بس زحبوا انت ليش سمعتهم يعني قالوا اذا سجلوا اي اشوفهم شنو 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 خلنا نلعب حمدي انسحب في هذه المباراه الله يطول في عمره ملك شخص ساعته لبسني اياها الله هاي ما صارت يعني انا هذه ذكرى في حياتي ويمكن ربع ساعه كانت المباراه وكان سمونا رئيس النادي الله يذكره بالخير ويطول في عمره هذا اللحم قال لي انا ابغى اشتري ساعه قلت له الشيخ لو تعطيني سيارتك بعد ما بيعها قال لي يا قلت له صدق محتاج له بس بيزات محتاج له وكنت ابني لكنه ما بيع ما بيعها ما بيع ما تنباع لا موجودين هذه ذكرى مستحيل يعني شيء لا الشيء العجب شنو الحين انا استلم كاس الله يرحمه الشيخ علي بن سلمان قال لي حمود طالبك طالبه حمود ايش صاير قلت له نعم قال خلنا استلم الكاس من الملك قال ولي عهد قلت له والله تفضل الشيخ يقول انت استلميت كم مره قلت تفضل الشيخ دوري الحين دوره انت استلم وخذ الكاس انا عقبه شافني لبسني ساعه يقول اخ ايش فيك الشيخ يقول اخ لو انا متاخر قلت له ليلي مو بلاك يا شيخ انت الشيخ طال عمرك تبي صاحب الملك شو يصير يوم حول يروح تحت في الغرفه يقول اخ كذا شيخ ايش فيك يا شيخ اخ عش لو ناطر عقبك الله يرحمه والله الله يرحمه احنا في كاس الملك لنا ذكريات ولنا مواقف جيده افضل بطوله فاز فيها الرفاع هي بطوله الدوري وبطولة الكاس لما فزنا على البديع في 89 في 89 اي في 89 هذه ليش من الافضل في عهد الشيخ عبد الله بن عيسى الرئيس الذهبي الرئيس الذي لن ينسى الرفاع باكملها الشخص الطيب صاحب القلب الابيض بصراحه الشيخ عبد الله بن عيسى يعني احنا الرياضه افتقدته قدم الكثير والكثير والكثير لنادي الرفاع وهذه واحدة من أفضل البطولات في عهده لأن جمعنا دوري وكاس فالشيء جيد أن احنا اليوم نذكر الشيخ عبد الله بن عيسى وكان عبد الله بن خالد نائب ماله فحققنا إنجاز مثالي دوري وكاس وهذا أول جمع ما بين البطولتين بطولتين مع الشعر الأبيض أبو حمد ذكرياتك في ذاك الوقت كنت إداري في نادي الرفاع الشرقي إذا ما خبت كنت مدير الفريق كنت مدير الفريق ذكرياتك مع أغلى الكؤوس أبو حمد طبعا ما في شك بأن يعني ذكر أي إنسان اليوم يحقق إنجاز يعني ما في أكبر من إنجاز شيء مقترن باسم جلالة الملك تأكيد. كل إنسان سواء كان رياضي أو غير رياضي دام الاسم مغروم جلالة الملك فأكيد راح تكون مناسبة بالنسبة حق الإنسان مناسبة عزيزة كرصيد شخصي لك إنسان لما أنت تكون من ضمن طاقم طبعاً أنا يعني أكيد كان في مجلس إدارة وكانوا في لاعبين يعني ما نقدر ننسب الإنجاز إلى شخص واحد كنا كلنا شركاء فيه صحيح في ذاك الوقت أنا كنت يعني في سن صغير يعني كانوا معظم اللاعبين حتى أكبر مني سناً ولكن قدرنا أن نخلق يعني جو وبيئة وعائلة في الرفاع الشرقي يعني خلنا أقول لك أجواء مثالية كانت وهذه أحد يعني أسباب والركائز الأساسية في أن احنا نحصل كاسين وراء بعض اللي هو كاس مؤجل باسم سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه سمو الشيخ عيسى الله يرحمه وكأس الملك حمد عقب ما تولى مقاليد الحكم فأكيد بالنسبة لي هي راح تكون أفضل إنجاز أنا ساهمت فيه مع يعني مع مجلس الإدارة واللاعبين أكيد راح تكون ذكرى جدا طيبة اليوم نتذكرها والأجمل ما في التاريخ إن لما إحنا اليوم تمر أعوام ونقعد اليوم معاك في برنامج ونقول إن إحنا كان لنا رصيد رياضي منذ تلك السنين الله. فهذه ما في أنا أعتقد شرف ولا حق الإنسان حتى يثبت شرعيته أصلا في الرياضة تأكيد. لأن ما نبي ندخل في موضوع ثاني لأن معظم اليوم الناس يعني ما نقدر نسميهم غير شرعيين في الرياضة ولكن تقول دخلاء على ولكن الرياضة. لا إيه لكن هذه التاريخ يضمن لكل إنسان حقه هو الدخلاء
يضمن لكل انسان تفتر هو دائما يجمل يضمن محمد يجمل يضمن لكل احنا خلاص قطها زين يضمن لكل انسان وضعه وتاريخه يضمن لكل انسان وضعه وتاريخه واحنا طبعا نتشرف بهذا التاريخ ونتشرف اكثر واكثر ان احنا في تلك المرحله والفتره ما كان نادي الرفاع الشرقي على انه هو غني باللاعبين اللي كانت انجازاته جدا قليله حققنا بطوله الدوري في 2004 في 94 اسف في ذاك الوقت واستطعنا اول دخول اول كاس امير في عهد ذاك الجيل فانا اعتقد انا والجماعه والمجلس الاداره اعتقد كلنا فخورين تلك بذيك المناسبه اللي طبعا ما راح تنسي ان شاء الله بالتأكيد. والقادم افضل ان شاء الله وان شاء الله افضل للجميع كابتن نادر شوف يمكن احنا يعني الضلع اللي في الاربع فرق لنا ذكريات جميله جدا مع كاس الامير يمكن الحاله حقق كاس الامير في 81 وفي 80 وكنا نسمع ذكريات كبيره يمكن احنا جينا بعد هذه الحقبه حقبه ابراهيم الزويد وكامل غيث وسعد رمضان وتلفت وسعد سالم حققوا انجازات كبيره لنادي الحاله وعشنا احنا وكنا نسمع الذكريات هذه وكنا نتمنى ان احنا على الاقل في حقبتنا نحقق على الاقل بطوله حاولنا وصلنا يمكن في التسعينات وفي الألفين مع يمكن مع الرفاع الشرقي للمباراة النهائية وأيضا مع النجمة يعني في فترة من الفترات الأخيرة ولكن ما حالفنا الحظ أن نحقق البطولة خلينا نقول في العشرين سنة الأخيرة هذه التاريخ ما يذكر الوصول يذكر البطل أكيد أكيد لكن أعتقد الحالة يعني في ذيك الفترة كانت يعني الحالة هو النادي اللي يسمى نادي العائلة كانت لما الحالة تحقق بطولة سواء كاس الأمير أو حتى بطولة الدوري كانت المنطقة تعيش أجواء خيالية كانت تسمى فريق العائلة كان نعم. الفريق يسمى واليوم نعم واليوم لا أعتقد يعني شوف اليوم لما تقول لي كان معناته اليوم وضع أكيد مختلف أكيد الأوضاع تغيرت بكل الأندية بتركيا لكن ليش الوضع في محرك تغير؟ إيش عندك ويا أبو عبد الرحمن؟ سألت إيش يقول؟ ويخلي الرجال يتحاسب أبو محمد برجع لك وأنت تكمل عن الحالة بس أنا ما أدري إيش قاعد يصير على يميني أبو عبد الله إيش عندك أبو عبد الرحمن؟ سلم حسام أبو حسام إيش فيك ويا أبو عبد الرحمن؟ قاعد أقرأ يا أخي يقول طلعوا الدفتر مال الاجار اللي مسجل فيك الواحد على كيف تشيل مال البلديه ولا الاجار ما ينسي يفتح فواز عدنا الى ذكريات جميله انا برجعكم حق الذكريات عشان هي الاساس لما تكلم اليوم فريق الحاله حمود يتذكره كان خليفه الزياني هو اللي بنى هذه المجموعه اللي في اللي عددها صراحه اللي ما شاف هذا الفريق في متعة وأداء كرة القدم في ذاك الوقت ومواهب غير طبيعية مثل إبراهيم زويد سعد رمضان عبد الله أبو حمود أسماء منهم من ابتعد ومنهم لا زال موجود ومنهم سعد رمضان الشهيد كان يقيدهم خليفة الزياني نبيل إبراهيم كان فريق صراحة يعني قدم كرة ذيك الأيام على أيام هولندا متعة كرة القدم وأداء صحيح. كرة القدم لا عادني إلى رجعك بالأسماء اللي قالها خليفة الزياني لا عادني على الأداء والمتعة زين كابتن خليفة الزياني الله يطول في عمره قدم عمل غير طبيعي لكرة القدم في البحرين ولا زال سواء كان مع المحرك أو فريق الحالة قدم الحالة بشكل تركي من ينسى خليفة الزياني عن يتكلم عن الحالة ها ويقول لك هو صغير بس عشان اراويك انه عود يقول لك ايه حضر لك المباراه في المدرج وهو صغير شوف الحاله محرق قال الحين قال كامل غيث سعد رمضان خليفه الزياني عددهم كلهم ايه عددهم يعني هذا صغير يقول قولوا لي صراحه كم عمره قول لي يعني معناته عدلت عرفت كم عمره يذكرهم الدمع في عينه يعني عصرهم مو بسمع عنهم عصرهم لا ابو تركي عصرهم صغير سميت نادي الحاله بنادي العائله لعده اسباب يعني هناك عوائل كانت موجودة ممكن تشوف ثلاثة أربعة لعيبة من نفس العائلة وممكن إخوان يلعبون في نفس الفريق تتكلم عن عائلة زويد تتكلم عن عائلة المشخص تتكلم عن عائلة ممكن رشدان تتكلم يعني كثير من العوائل اللي واكبت هذه الأجيال جيل ورا جيل إحنا نقول
وكانت تحصل اثنين ثلاثة اخوان يلعبون في نفس الفريق وفي نفس الجيل وفي المنتخب بعد ذلك. اكيد اكيد في المنتخب. يعني ترى بقول لك كامل غيث من احسن لاعبين في المهاجم في البحريقة. الله. اي رغم الاصابات ذي وهي لمن زويد. عندك نبيل عندك حربي سلمان حربي عندك سعد سالم حارس عيال رمضان ابراهيم وسعد وعندك ابراهيم بحر الله يرحمه يعني الله لا اللاعبين يعني صراحه هاي المجموعه فعلا نجوم ما تتكرر في الحوله مستحيل مستحيل لو الحوله بعد الحاله لو تم 20 سنه ما يطلعون هلا الحاله وغير الحاله. شوف عبد الرحمن يتنهج انه يعني بسكم من الحاله الحاله وغير الحاله كلهم لهم تاريخ وكلهم لهم اسماء كلهم لهم تاريخ لا له ما قال شيء اعلان على الحاله يعني بكل بقيه الفرق هو هذا القصد. انا بس ودي انا ودي بس اذكر اليوم اللجنه المنظمه اللي قاعد تشتغل جاهده على انجاح هذه البطوله الغاليه على ان كلنا رصدت ميزانيه ضخمه لهذه البطوله الغاليه. اليوم نتكلم عن نصف مليون دولار هي نتائج المبالغ المرصوده للفرق المتاهله. نتكلم عن 10,000 دولار لكل فريق يتاهل لدور ال 16، نتكلم عن 20,000 دولار للوصول لدور الثمانيه، 30,000 دولار للوصول الى الدور قبل النهائي، 200,000 دولار للفريق البطل و 80,000 دولار لصاحب المركز الثاني. اليوم نتكلم عن مبالغ يعني اللاعبين ودهم انهم يصنون، الفرق قاعد تسعى للوصول الى هذه الجوائز غير الجوائز المرصوده للجمهور في المباراه النهائيه. اكثر من 5 سيارات راح تتواجد للسحب حق الجماهير، غير الجوائز النقديه، غير الجوائز العينيه اللي موجوده، اتكلم عن جوائز عينيه تذاكر سفر اوروبا وغيرها، اتكلم عن جوائز عينيه فيها اجهزه كهربائيه، تاثيث وغيره، اتكلم عن حفل كبير ضخم بتنظمه اكبر شركه موجوده في الشرق الاوسط لتنظيم احتفالات المباراه النهائيه. هذه نهاية كأس الملك. شوف أخوي فواز، أول شيء نشكر اللجنة العليا برئاسة سمو الشيخ ناصر. بلا شك. زين نشكر جميع الأخوة العاملين في اللجان. شوف إذا أنت البحرين غنية ودائما إحنا نقول البحرين ولادة في كل حاجة. عارف. صحيح. وضعنا الرياضي يفترض أن يقفز قفزات يعني ناس طفونا بسنوات ضوئية وكنا يفترض إن إحنا اليوم إحنا في المقدمة، ولكن للأسف الشديد الواقع إن إحنا اليوم مو في المقدمة. في مثل هذه الأمور اليوم لما تعطى وتمنح جوائز ومكافآت بهذه المبالغ هذه بداية خير. صحيح. بداية خير كنا نتمناها وكنا نطالب بها سنوات طويلة. نتمنى هذه نفس ما يقولون ونفس ما قال سمو الشيخ ناصر هذه بداية الغيث تكون مطرح، هذه مجرد مطرح. اليوم كرة القدم سواء كان على المنتخبات أو على الأندية اليوم إذا تبي كرة قدم اليوم لازم تدفع فلوس. اليوم إذا تبي إعلام يجب أن تدفع مال وفلوس. اليوم الأمور أصبحت صناعة مو مثل في السابق اجتهادات اجتهادات اجتهادات. اليوم لما أنت تحط مبالغ مجزية للاعبين اليوم هذه أحد أسباب أن اليوم الكل يطمح بالحصول على الكأس لأن أساس أنه يحصل 200,000 دولار في الأخير. صحيح. ويحصل 10,000 اللي حصلها في الدور 16 ويحصل 20 اللي حصلها في الدور الثمانية. فأنت قاعد تتكلم عن مبالغ يعني نتمنى في المستقبل زيادتها ولكن هي بداية جدا تعتبر جيدة، تعتبر بداية نقدر ان احنا نبني عليها كأساس. اليوم احنا نبني عليها اليوم كرة القدم نفس ما قلت لك مو اجتهاد ولا ذي، احنا اليوم تراجعنا كثير بسبب يعني قلة الموارد المالية بالتحديد. وطالما اليوم عندنا هذه الفرصة نتحدث بكل أريحية لابد ان احنا نفتح يعني ونفتح ونطلق العنان لأنفسنا ان نقول الحقيقة. اليوم احنا بحاجة الى ضخ مبالغ اكثر واكثر في الرياضة البحرينية وهذه المؤشرات جدا جميلة اللي سمعناها الان والمبالغ اللي اعلنت عنها اللجنة المنظمة للبطولة يعني كاس الملك. انا اعتقد ذي كلها بشائر خير يجب ندعمها احنا اولا ويجب ان نشيد بها اولا ولا ان احنا نقارن انفسنا ببعض دول الجوار اللي تفوقت علينا من هذه النواحي. لا أنا في السابق كنت ما أملك واليوم أنا أملك، إذا أنا أدعم هذه الأمور. قادم أجمل تأخذها مني، خذها مني. أنا قادم أنا أجمل أنا بتشوف أنا الخير. أنا كل ثقة إذا إحنا بدينا اليوم بوضع مبالغ في مثل هذا اليوم. الأساس القوي. أنا أعتقد أن هذه أساس بإمكاننا البناء عليه. نطالب ككوننا إعلام بأن إحنا هذه المبالغ في المستقبل تكون أكثر وأكثر وليتأكد الجميع بأن إحنا سواء كان على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية. ترى البحريني في كل مناسبات في شتى المجالات ترى يرفع الراس ولكن يحتاج
إلى رعاية، يحتاج إلى دعم سخي، يحتاج إلى قلوب مفتوحة تسمع، يحتاج إلى نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وصدقني بالله أن مثل ما قال سمو الشيخ ناصر، ترى مو بعيد علينا لا كأس العالم ولا غيره، ولكن نبدأ بالبناء من وهذا اللي قاعد يصير يا أبو حمد يعني. وهذا اللي قاعد يصير، نبدأ بالبناء، واليوم قاعد نبني لنوصل لأكبر البطولات الدولية. راح يشوفون منتخبنا في كأس العالم بإذن الله، وعد وعدوا اللاعبين لسمو الشيخ ناصر، وراح يتحقق على أرض الواقع. راح يشوفون اليوم بداية هذه الثمرة، وجود سمو الشيخ ناصر على رأس الهرم الرياضي، راح نبتدي نقطف هذه الثمار ونشوف النتائج موجودة اليوم في أغلى البطولات، أغلى الكؤوس، كأس جلالة الملك المفدى. سم أبو حسن، أخوان رياضيين كلهم قلت لهم فرصة، يعني فرصة أن الشيخ ناصر ريال جاي من دفع لكم، جاي يسخر لكم، حاب أنه يسوي لكم أي شيء، لازم تتعاونوا وياه، كل الناس يتعاونون وياه عشان هو جاي طاق صدره لكم، يسوي لكم كل شيء، فاتح قلبه لكم. شنو وين يعني الشيخ ناصر الواحد غير يقول أنا شو أسوي، ولا عور راسه، ولا كل واحد يتكلم على الشيخ، ولا يسندر الشيخ، يجلس في بيته معزز ومكرم، ريال مجاب لكم ويتحمل اللي يقولون عنه، علشان من؟ عشانكم رياضيين، على الأقل أنت مسؤولين رياضيين كلكم، كل واحد يشد ويشتغل عدل، يشتغل في 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 يؤدي دوره، يؤدي دوره عدل، دوره وان كان رياضي يؤدي دوره، ولا لازم كان لازم إداري كل واحد دورة. كل واحد مسؤول لازم يؤدي دوره، مو بيجلس لي والله لا والله، مثل ما قال اخوي عبد الله لازم يحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا عشان نمشي عدل هنا. لو كل واحد حط البلد قدام عيونه وحط الرياضه قدام عيونه، صدقني بنتطور، حتى لو حتى لو ما حطيت انت في المكان المناسب يا ابو حسام، من دورك من مكانك تقدر تؤدي. اليوم محمد رويعي من مكانه يؤدي، ابو حمد يؤدي، ابو عبد الله من مكانه يؤدي كونه موجود في القنوات الخليجيه، وانت كذلك ابو حمد، والكابتن نادر بعد بدوره يؤدي. عموما خلينا ننتقل، وانت بعد، وانا كلنا نؤدي، كلنا كل بحرين اليوم قاعد يشتغل الوطن، قاعد نبني لبنا لبنا مثل ما يقولون يا ابو حسام. عموما خلينا نتكلم بس عن الفرق الاربعه اللي تاهلت للدور قبل النهائي، المحرق والرفاع والحد والحاله، وكل الفرق هذه يعني تاشر ان اليوم ما في بطل جديد، كلهم حققوا اللقب، كلهم نالوا شرف اللقب، لكن بمستويات متفاوته. المحرق كم حققوا اللقب؟ شويه ابو حسام، شويه كم؟ 30 بس. 32 بتقصر هذه اذا تود انت بعطي حمد. الرفاع الشرقي الاهلي عقبه في المركز الثاني 8 بطولات، وعقبه الرفاع 5 بطولات يا ابو عبد الله. اكيد احنا يعني بدينا من بدينا من الثمانين، ما بدينا من الثلاثين، بدينا بعدد. شوف احنا محمد يضحك، لو تكلمنا عن التاريخ ال 32 انت بتجي في سنه 32 ما في فرق، شو ما في فرق زين، شو ما في فرق من الثلاثين، من الثلاثين الفرق كانت الفرق الإنجليزية وأول آخر الكلام. وزين عقب لحظة لا تالي تالي بعد عبرنا هذه هي لا تقول لي بس قبل فحقب يعني أنت تبي تنقص من 32 إيه يبي لا أنت بتنقص بنقطع 10 يلا كم توصل بنقطع 20 صعب صعب إن حد يوصل إيه صعب حد يوصل لكن الحمد لله إيه لكن لما إحنا نقول الأندية الثانية أقل ترى يجب إن نعرف بعد أيضا الحقبة من من الثلاثينات كيف كانت وكيف المنافسة وكيف الدوريات، هذا بعد واقع والله يقول لك ذيك الحقبة احنا ما كانت ما النسور موجودين البحرين موجودين لا الثلاثينات الثلاثينات لا السبعينات الستينات هاي الستينات السبعينات هاي بقول لك هذين الفرق يسمونه بابكو ورابع ادريل كلها انجليز مو طبابيخ عبالي رقم اي رقم ما تقدر عليه رقم غير طبيعي ولا لكن مدريد ما وصله لكل وقت يعني لابد نكون واقعيين بعد في هذه العقبه لكل وقت يعني اليوم محرق غير محرق الامس اكيد اليوم محرق غير المحرق غير الامس كيف ما يكون محرق اخر بطوله متى حقق المحرق اليوم المحرق اليوم اخر بطوله كم متى حققها المحرق العام ما حقق بطوله الكاس العام خسر مباراه الكاس زين 2016 زين المحرق اليوم ليه امس
أمس مواهب غير طبيعية، اليوم عدد لاعبين المنتخب 2-3 لاعبين في المنتخب وثلاثة منتخب لاعب من منطقة المحرق أو من منتج المحرق. المحرق يعني يمكن من 5 سنوات 6 سنوات 11 لاعب زين. المحرق اليوم مختلف ومحرق أمس مختلف تماما، خلنا نكون واقعيين. اليوم مشاكل كرة الكرة القدم المحرق والرفاع، ما عندنا منتج. اليوم مواهبنا فقيرة، احنا نبي نحقق ونبي نروح ونبني، ما عندنا منتج صحيح. رفاع مو لازم مثل ما غيرها ولازم من الفرق. اليوم محرق تغذي المنتخب، رفاع يغذي المنتخب مثل ما هو الاهلي. اليوم نفسه اليوم في هذا التركي الان ويا لاعبين عندنا منتخب. انا ويا الرياض كلام عاد الرياض زين، تتفق معانا اليوم يعني ما قاعد تغذي المنتخب. تعال نعم مثل قبل، بس ما بنروح حق ذي، ما بنروح حق هذا المحور. احنا خلنا في كاس الملك بس ما في اسماء بارزه في الفرق. مو اسماء بارزه اليوم اخر جيل سالمين 11 لاعب الى 9 لاعبين. اليوم بطوله الاسيا امام اسيا كم من لاعب ومن وين؟ لاعب واحد من المنتج، انا اتكلم لك منتج المحرق، اللي المحرق يمتلك مال، يمتلك بنيه تحتيه، يمتلك مدينه كبيره. تعال وين الشغل؟ هل هذا شغل اليوم؟ هل نادي المحرق يرضى بوضع اللي قاعد يصير؟ اول واحد هذا الشخص سيتوافق معي وبيجزم. محرق من المنتج مالهم لاعب واحد، احنا عندنا مشكله حقيقيه. كلام حقيقي. والانديه الثانيه لا انت بدا بتتكلم بهذه الطريقه يعني تلقي دور شيء اسمه احتراف. اذا ما بتتكلم لا اذا بتتكلم لا اليوم احنا ما نتكلم باحتراف، لا نتكلم عن المنتج. انت اليوم تبي ترتقي بانديتك، اسمع بقول لك شيء واحد. انا ما اقول ان التاسيس في النادي شيء مهم، ولكن انت اليوم انديه العالم كلها اللي انت لازم عبد الله خليك في واقعنا. لا احنا نتحرك. عبد الله خليك في واقعنا. احنا بشكل عام نتعلم رياض، احنا بشكل عام نتعلم من العالم المتقدم. العالم اليوم المتقدم لو اي نادي اليوم عبد الله اختصر لي الكلام. ريال مدريد سؤال. اي نادي اليوم المنتج محرك. سؤال مو. لا عبد الله تسوي لا تدخلني رياض لا تسوي لي لا تدخلني احنا نتكلم عن منتج. رياض انا اتكلم عن قضيه عامه، لا تدخلني وتختزل لي محرك في الموضوع. ما انا ما اختزل محرك. انا اتكلم اليوم بشكل عام. انا اتكلم عن البحرين. عبد الله لا تختزلني محرك والرفاع. انت سالتني الحين. لا انا ما اختزل محرك. عبد الله انا قلت الرفاع ومحرك. عبد الله انا اسالك سؤال هل اليوم كرة القدم اليوم عبد الله لا تنظر لي تنظير. لا مو تنظير انا اتكلم عن المنتج. المنتج والتفريق. رياض المنتج والتفريق. لحظة محمد لو سمحت. لحظة ابو محمد. المنتج انت من الناس اليوم اللي تبحث حق ناديك على لاعبين من انديه اخرى. اذا انت مشارك ومساهم. برجع لك رياض بالنسبه للرفاع وبحث عن لاعبين من انديه ثانيه مثل ما هو محرك قاعد يبحث. بس خلني ارجع اللي انا اقوله. لا اذا بنتكلم عن الانديه اليوم نادر موجود من الحاله. نادر الحاله بعد ولاده هل يعاني مثل ما يعاني المحرق والرفاع اليوم كل الانديه البحرين. خلينا نشوف الحاله. لكن الحاله بعد في حقبه من الحقب يعني انتج لعيبه الانديه الثانيه استفادت من هذا الحقب اليوم اللي شارك يعني في كاس الملك الحاله. اذا انا لاعبين من ابناء منطقته. لا في الفريق موجود في يعني حتى لعيبه سواء يوسف يعقوب عمار عبد الحسين من انتاج يعني الحاله من الفئات السنيه 6-7 لاعبين موجودين. ولكن ايضا الحاله مطعم فريقه من لعيبه من انديه ثانيه. اليوم موجود عبد الله جناحي في الفريق مثلا اللي هو اللي يقود خط الهجوم. هذه واقع يعني اليوم لازم تمشي وتواكب يعني اللي صاير في المنطقه بشكل عام او حتى في كل مكان. اللي صاير انا اقول لك اللي صاير في العالم كله البحث عن الشبان والبحث عن المواهب واكاديميات ومراكز تدريب على مستوى عالي عشان يكون عندك منتج مثل اسبانيا مثل المانيا. اما احنا اليوم بنراقب نادي مثل المحرق يملك بنيه تحتيه ويملك مال ولا ينتج. الرفاع يملك مال ويملك بنيه تحتيه. الان قاعد ينتج شيء جيد. تركي تركي نقطة القدم في البحرين. تفضل كلام الرياض عادي. انت تشوف الانديه الاهلي كانوا ينتجون وعقب يوم وقف الانتاج هبطوا درجه ثانيه. البحرين افضل شباب البحرين انا عاشرته كان هم الفريق اللي ظهر. وين الحين؟ نعم كلهم وبي بقول بذكرك المحرق والرفاع وغيرهم ذي اللي اعتمدون على اللي برا على قولكم احتراف ما
مردهم ما عندنا احتراف مردهم شنو مردهم بيهبطون بيهبطون ما ذكروا لان اذا مرتب على عيال النادي بيهبط درجه بيجي انا اقول لك انا اتفق ويا ابو حسام كلامه منطقي يعني وحتى ويا رياض ايضا يعني حتى رياض لما قال البنيه التحتيه وما في لاعبين وما في ذي الامور هذه واقع نعيشه هذه الواقع نعيش احنا في كل الانديه عبد الله تسمح لي اقول رايي عبد الله انا يا جماعه خلوني بس اتكلم لو اسمع وجهه نظر عبد الرحمن وبرجع لك ابو حمد على سؤال لا شوف انا اتفق انا اتفق يعني احنا عندنا مشكله عوده بالذات في البنيه التحتيه يعني احنا الانديه قاعده حتى تحط انفسها في ديون بس ابو عبد الرحمن بسبب تفضل ابو عبد الله يعني وابو حسام قالوا لك انديه مثل المحرك تملك البنيه التحتيه انت خلنا من الفرق اللي ما تملك البنيه التحتيه اذا في وهذا السؤال وين منتج وين موجودين السبب انا ما اعتقد انه يعني يعود حق الاداره مجلس الاداره او وين وين المشكله لا وين الخلل المشكله في اصحاب المنطقة نفسها في إدارة نادي المحرة لا بقول لك العمل على يعني قبل في السابق لما كانت المواهب موجودة لما كانت الأسماء موجودة كانت هي شخصيا اللي تندفع حق النادي هي تروح حق النادي اليوم الوضع تغير لازم النادي يندفع حق أبناء المنطقة يجذبهم ويحاول يغريهم أبو حمد بس يرد على النقطة شوف بيرد على أبو عبد الله برجع لك أبو محمد بعد حب المناطقية في كرة القدم انتهى لا نتحدث عنه الآن مستحيل ولا راح نكون على نفس مقال رياض هو اللي راح ننظر في الكلام حب المنطقة الذي ينشأ اليوم معظم الناس اليوم المنتمية إلى الأندية ما حد ما يعني في ناس ما تعرف حتى من يلعب في ناديك اليوم اليوم الزمن اختلف مو بس عندنا احنا أقول لك على مستوى العالم اليوم انت انا مو ضد العمل في الانديه هو المفروض الصحيح والمفروض يكون منتج عندك لاعب لاعبين ثلاثه اربعه خمسه لاعبين مميزين من ابناء النادي باختصار ابو حمد باختصار شديد هذا الكلام اليوم ما يحدث في عالم كره القدم غير صحيح عالم كره القدم اليوم صحيح. اللي يبي يعمل صح يسوي له لجان للتسويق الانديه ويشتري اللاعبين اليوم احنا لما كنا مدراء فرق نتكلم مع اللاعبين ونيود لهم الشرط ونقول لهم حبوا علشان ناديكم اليوم لغه الحوار صارت اصبحت حقوق وواجبات هذه اليوم خلاصة هذه الخلاصة عرفت زمن حقوق ولا على النادي اليوم حقوق وواجبات اليوم ولد النادي كلمه عبد الله غير معترف فيها اليوم انا برجع حق تصريح حق حمود سلطان بس بقول لك تاكيدا على كلام ما ياخذ 2000 و1000 هل هذا الكلام اللي قال ابو حمد ينطبق على الجمهور جمهور الانديه لان انت لك تصريح في 2012 في صحيفه البلاد القسم الرياضي قلت ان الرفاع لا يملك جمهور فهل الجمهور اليوم نفس الكلام بعد غاب عن الملاعب لان نادي ما قاعد يقدم سواء محرق ولا رفاع ولا غيره ليش انا بقول لك هاي تصريحه قال في 2012 صحيح ليش رفاع ما يملك جمهور هو هذا الكلام اللي قاله هجر كلامه صحيح هجر الرفاع بالنتائج بسوء العمل ليش حطوا الاستديو يعني ليش لا عيال النادي اللي مثلونا مو بعيال النادي والجمهور احنا عيال النادي النقطة المهمة أنا مجلس إدارة الحين صاروا الحين يجي لك رئيس ويجي لك ربعه ومجلس إدارة بس عشان أنا أخذ بطولة أجيب فلان أجيب مني ما في تخطيط لا تقول لي في تخطيط اللاعب اللي تجيبه فريق ثاني عطى زيادة بس 200 دينار يطقك ويمشي هذا الاحتراف في العالم كله أي احتراف أنت بتي على البحرين بتقول لا لحظة ما احتراف لا تعيش في عقلية احتراف هنا احتراف لا لا إذا أي احتراف الاحتراف عبارة عن مبالغ اليوم إذا بتتكلم السعودية كم سنة لحظة السعودية كم سنة بوحسام بوحسام لما اللاعب في البحرين فواز رياض لما تتكلم عن مبالغ مالية لما اللاعب اليوم في البحرين يتقاضى أجر أزيد من الطبيب والمهندس والمحامي يعتبر احتراف ولا مو محترف في حقوق في واجبات هل اختصر لي انت ابو عبد الله اختصر لي في دقيقتين مع ابو محمد عشان نروح في البحرين في البحرين اللي يقوله عبد الله انحراف وليس احتراف لان الاحتراف زين احتراف الدوله تعلن فيه وتحط له نظام ولوائح وحكمه ورقابه الى الان ما في احنا عندنا انحراف اليوم الانديه ما عندها فلوس ولا مال سبت الانحراف اللي يقول عبد الله عقود بالهبل وعقود غير صحيح الانديه ما عندها فلوس بس عبد الله ودانا الى الانحراف عبد الله عبد الله عبد الله لا 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 اسمعني ابو حمد ابو حمد بس بقول لك في بعض لا احنا بس بقول لك خلينا ننتقل مهنتهم الاحتراف مهنه الاحتراف مهنه وفي بعض لاعبين عندنا اليوم في البحرين قدم رياضي ممكن ابو عبد الله ابو عبد الله بس لو تسمح لي انا اقول لك ممكن
انت بتتكلم عن احتراف اليوم، تتكلم عن بنيه تحتيه. المحرق اليوم يملك مجمع تجاري، يملك مجمع اخر تجاري، يملك محطه بترول، يملك مطاعم وغيرها من الانديه مثل الاهلي اللي نازل درجه ثانيه، يملك مجمع تجاري ويملك مشاريع وغيرها من الانديه ايضا تملك مجمعات تجاريه ومشاريع. عموما خلينا نروح حق الفرق الاربعه. لا بس اكمل اروح حق بسيط برجع لك انا الكلام لا الكلام حق بالتقرير عندي نقطه بقول لك انا لن اطول في الكلام لان ساعه ونص ولا نريد نتطور اليوم. اليوم الاحتراف يحتاج لنظام وحوكمة ورقابة من الوزارة. لحظة عبد الله خلينا نكمل عاد، بس خلينا نكمل عبد الله عاد بقول عقبك كلمة عبد الله. ويصير آلية تشرف عليها الوزارة زين ونرفع يدنا. أما اللي يقوله عبد الله اللي قاعد يصير في الأندية 2000 و3000 يشجع على الانحراف، اليوم الأندية ما شجع. أقول لك الواقع أنا ما شجع. لحظة ستكون اليوم لحظة على الأندية كلها على بابك يا كريم، لا يعرفون إدارة المال في الأندية سبت هذه العقود اللي يقولها عبد الله. بتركي 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 واللي خليك واللي سلمك واللي سلمك واللي سلمك واللي سلمك برجع لك برجع لك حمد حمد خرجنا حمد عطنا الفريقين بس عطنا الفريقين المتأهلين وبرجع خلنا نرجع برجع لك محمد برجع لك والله برجع لك. عادت منافسات كأس الملك وهي تحمل الكثير من الحماس والإثارة، فالجماهير تنتظر هذا الدور بفارغ الصبر وخصوصا جماهير المحرق والرفع، حيث سيتواجه الفريقين هذه المرة في دور النصف النهائي من كأس جلالة الملك. هذا اللقاء سيكون بطعم آخر هذه المرة، فالرفاع متوشح بصدارة ترتيب الدوري والمحرق بحلة جديدة مع مدربه التونسي نبيل الكوكي، وخصوصا بعد انفجار لاعبي الذيب في مباراتين وتسجيل 11 هدفا توزعت على شباك كل من الشباب والملشية. المحرق بدأ مشواره في البطولة بالفوز على البديع في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وعاد مرة أخرى ليجدد أماله نحو التأهل لدور الربع النهائي بالفوز في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف. ولم يكتفي المحرقاوية بذلك حتى تأهل لدور النصف النهائي بعد صعود صعب كان ضحيته المنامة، حيث تغلب المنامية في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، إلا أن لقاء الإياب كان له الكلمة الحاسمة بعد أن تغلب المحرق بهدف نظيف لتنتقل المباراة إلى ضربات الترجيح ويتأهل بذلك المحرق. وفي الجانب الآخر لم يكن وصول الرفاع لدور النصف النهائي سهلا، حيث تأهل السماوي لدور الثمانية بصعوبة خصوصا بعد أن تعادل مع البسيتين في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما، وعاد ليتعادل في لقاء الإياب بهدف لكل فريق لتكون الحاسمة في ضربات الجزاء ويتأهل بذلك الرفاع للدور الذي يليه. وفي دور الثمانية كان وصول الرفاع للدور الذي يليه سهلا، حيث تغلب السماوي على الشباب في لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شيء، وعاد في لقاء الإياب ليؤكد تفوقه ويحرز ثلاثية في شباك الشباب فتحت له الباب نحو دور النصف النهائي. والآن تبقى على الفريقين الاختبار الصعب، فالمحرق أمام الرفاع في لقاء تنتظره الكثير من الجماهير بفارق الصبر، فهل يثبت مدرب المحرق الجديد تفوقه في هذا النزال؟ أم يكون للمدرب الوطني علي عاشور كلمة أخرى؟ المحرق ورفاع كلكت للمرة يمكن العشرين وجها لوجه في الدور قبل النهائي، وإن كان الجماهير تتمنى هذه المباراة تعتبرها نهائي مبكر، لكن أنا قطعت عبد الله بنوفل أبو حمد قطعتك وقلت لي أنا محتاج ثانيتين. أي نعم حسبوا معي ثانيتين تفضل. ثانيتين أنا أشكر الكابتن رياض الذوادي. خلص أشكر الكابتن أشكر كل الشكر الكابتن رياض الذوادي ثانيتين. عندما استقطب لاعب سلمان عيسى وطلال يوسف من نادي مدينة عيسى إلى نادي الرفاع وقال نحن الان نعيش زمن الاحتراف ومن حقي ان هذا اليوم ان احنا نستقطب افضل لاعبين في البحرين، فشكرا له لانه هو من الناس اللي ساهموا في بدايه الاحتراف في البحرين. شكرا لك رياض. انا مو حسام طلبت انت ثانيه احتراف لاعبين سنتين ولا رواتب ولا شيء. شو الاحتراف ده؟ احتراف بصدقك من الانديه اي من الانديه انت تلوم ادارات الانديه
ادي بس الومها نبي برنامج من اللي ما استلم من اللاعبين من الانديه اي انديه وايد ترى محرق وايد ترى 13 راتب بس محرق 13 راتب انا عارف محرق ما استلمه من غير من كبير كل معظم الانديه ما تقدر تدفع معظم لا تقول معظم لان بعض الانديه الاليه الماليه اليوم اكثرهم ابو عبد الرحمن طلب بعد ثانية واحده انا ابي اعرف شنو يعني مثل ما تكلم اخوي قال الاحتراف انا اللي بافهم يعني مفهوم الاحتراف هل الاحتراف عقد ولا الاحتراف منظومه هل الاحتراف ان اللاعب مثلا يروح دوامه الساعه 7 ويرجع الساعه 2 الظهر او الاحتراف انه يكون الصبح عنده تمرين والعصر مفرغ عنده بالكامل بالضبط. والعصر عنده كامل هذه محور لا في احتراف جزئي يسمونه احنا اللي الان اللي نعيش فيه يسمونه الاحتراف الجزئي قال لك وهذه معترف فيه في الدول العالم حتى الفيفا يعرف ان الدول اللي تطبق الاحتراف الجزئي اللي احنا نطبقه اللي هو ممكن يكون ولكن في الاخير مو صحيح بس ولكن في الاخير طالما في حقوق وفي واجبات يبقى ملزم اذا في عقد ما بين الطرفين ابو محمد جزئي تركي يمكن المحور انطلق من موضوع الرفع والمحرك بالضبط. ما قاموا ينتجون لعيبة لفرق هي هذه كانت الشرارة الأولى هي هذه كانت الشرارة ونرجع لها مرة ثانية شو نقول اللجنة الأولمبية اليوم دشنت حملة فوين في الفرجان صح توزيع كور ليش هذه الحملة اللي قاعد يقوم فيها ليش الأخ عبد الرحمن عسكر لاكتشاف مواهب جديدة في السابق كانت المواهب موجودة في الفرجان وفي الملاعب احنا كنا نسميهم دفنات كنا نسميهم سمهم مثل ما تبسميهم ملاعب وساحات كانوا موجودين اليوم انا ترى مو الرفاع والمحرق اللي يعانون كل الاندية تعاني مشاكل في الفئات السنية على فكرة اليوم انا مدرب فئات سنية كنت في نادي الحال وفي عدة اندية ترى في عندنا نادرة في المواهب هذه شيء اكيد 100% لا ترد علي برد علي شوي كلمه لا برد علي كل واحد بيقول لي لا برد لا بس محرق والرفاع لا برد علي يلا رد عليه وانهي الموضوع لا يقول ما في مواهب في مواهب بالانديه في كل مواهب بس ما يعطونهم شانس ما يبن يوصل الشباب باي باي مع السلامه وهذا صراحه والله في لاعبين يا ابو تركي انا اروح اشوف الناشئين الشباب والله مواهب والله مواهب بس من يوصل شباب ياب لك واحد الرئيس ياب لك 2-3 مني راحوا قال لهم روحوا اي مقر لا ابو حسام في مواهب انا بس محمد بس احنا نتكلم عن العدد مثلا حتى العدد عندنا مشاكل في السابق لو تروح مثلا فئه الناشئين ممكن في نادي المحرق على سبيل المثال تحصل 40 لاعب موجود في فئه الناشئين مش فايد ما فايد عاد لكن اليوم ما تحصل ما تجذبك ولي الامر لدور المدارس لها دور وهي الاساس طبيعي. وهي انتجت لعبه عموما مو بهي محوري اليوم المحرق والرفع وجها لوجه في الدور قبل النهائي لاغلى الكؤوس المحرق يقول لك مشواره كان اصعب من الرفع مشواره سهل ووصل بسهوله صح ذي الكلام ولا لا ابو عبد الله تعادل مع بستين وفزنا على الشباب وفزتوا على الشباب وتعادلنا مع الشباب بلا شك كانت الادوار الاوليه كانت ادوار يعني سهله بعد ادوار شو الدور مو سهله نعم الكؤوس هي كذلك اي لكن دور ادوار الكؤوس سهله اللي هي قرعه قد تكون حاول. توصل النهائي وانت الأسوأ ليس الفريق الافضل في الكؤوس او اللي كانك تلمح ان الرفاع في هذه البطوله في هذا الموسم هو الأسوأ اللي وصل له قبل لا انت تقول اليوم كيف الفريق الرفاع الأسوأ وهو متصدر الدوري لبدايه القسم الثاني كيف الرفاع لا زال متصدر الرفاع لا زال متصدر اذا هو الافضل وليس الأسوأ لكن هناك ممكن في المرحله الجايه يكون نادي افضل دي منافسه لكن لحد الان الرفاع هو الافضل لكن الافضل لا يكفي بالنسبه حق الرفاع خليك من الرفاع المحرق مشواره فاز على البديع والبديع مستواه يقدم مستويات جيده في هذا الموسم صعود لدوري الدرجه الاولى في اول موسم له فاز عليه ذهابا 1-0 ايابا 2-1 عقب ذلك لقى المنامه فاز عليه 2-1 وتعادل معه او فاز عليه في الاياب 1-0 نعم هو حصل صعوبه في مباراه الاهلي لكن عرف كيف يتعامل منامه مع المنامه خارج الملعب وليس داخل الملعب شلون خارج الملعب احسن اقول لك كيف خارج الملعب خارج الملعب لما نقلت المباراه زين
من ملعب الى ملعب الى نادي المحرق، وهذه فرصه غير متكافئه. كيف انك انت اليوم تنقل المباراه الى ملعب المحرق ذهابا ايابا؟ اي ذهابا وايابا كانت المباراه، المباراه مش على ملعب المحرق بموافقه من الطرفين عبد الله، واحتاج نادي المنامه. واعتقد احنا لما نقول اليوم نحتاج عداله، نحتاج شو اسمه، نحتاج تكافؤ الفرص، اذا احنا نبحث عن لجان قضائيه زين في المسابقه. عندنا محرق لو ما لعب ذهاب واياب احتجيته، لا 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 احتجيته، لا احتجيته، قال مباراه على ملعبنا ومباراه على ملعب وطني. اليوم اكبر مشكله روح قول حق الاتحاد اذا تبي، هذه المشكله اليوم اكبر مشكله في الساحه الرياضيه. والناس كل يتساءل هل من المعقول ان اليوم في الدوري، هذه اول مره نحن نشوف بس في البحرين عندنا، هل من المعقول اليوم ان المحرق بيلعب لعب مع المالكيه ذهاب واياب، ما عندنا ذهاب واياب، مبارتين على ملعب المحرق؟ هل من المعقول ان الرفاع الشرقي بيلعب مبارتين على ملعب المحرق؟ لحظه خلينا نكمل، حتى على ملعبه ما كان في جمهور متواجد ايضا، ما في جمهور يعني حتى تعاون. كانوا موجودين. خلينا نكمل، خلينا نكمل. برشلونه ولا مدريد بتروح اليوم فريق واحد اليوم البحرين الكبير، لا اليوم انا اتكلم عن اللائحه واتكلم عن النظام وتكافؤ فرص، ثلاث اشياء. هل هذه فيها تكافؤ فرص لما تودي الملكي يلعب مبارتين في منافسه الدوري يلعب مع فريق منافس من المحرك؟ لا. اليوم كل الجماهير في البحرين تقول شو قاعد يصير اليوم. لجنه المسابقات سؤال للجنه المسابقات، هل هذا نظام؟ هل هذه لوائح؟ احنا وفق نظام ولوائح واليه صحيحه. متى قالت الجماهير ما قاعد ايش اللي قاعد يصير؟ احنا قاعد نتابع المنتديات وقاعد نتابع المواقع الالكترونيه والحسابات، ما حد سالنا ايش قاعد يصير. اليوم اتحاد كره القدم لجنه المسابقات واقفه مع هذه الامور. المنامه اليوم لما كان النتيجه يعني محرق لو ما لعب على ملعب ذهاب واياب ما كان بيتاهل؟ الملعب ما كان بيتاهل؟ شنو اختلاف رياض؟ شنو الاختلاف؟ شنو بقول لك؟ قول الضغوط النفسيه اللي جات على المنامه في نقل المباراه اثر على المنامه، رقم واحد. رقم اثنين، مساحه الملعب مختلفه زين. المحرك لماذا اصرارهم على الذهاب هناك؟ اذا اليوم هل النفوذ ولا النظام؟ احنا اليوم وفق عداله دوري، اذا ما يكون وفق عمل مؤسساتي صحيح لا نريد نفوذ، انما نريد عداله وتكافؤ الفرص. هذه وجهه نظر ابو عبد الله. ابو حسام حبيبي، لو محرق ما لعب على ملعبه ما كان بيتاهل قبل النهائي. حبيبي احنا لو توديني البحر بعد اللعب ملعبنا يقول لك صغير، احنا ما نحتاج ملعب صغير. الفريق هاي تلعب لنا دفاع حمود، بس هل لحظه خلنا حاج تلعب لنا دفاع الفراغ، ملعبنا صغير ما نبينا، نبي نلعب ملعب عول عشان نصيدهم عدل. ملعب صغير هو ملعبنا وملعب الاهلي، اذا نلعب ويا الفرق نتلعوز بصراحه بقول لك. وهنا اذا يقول لك ملعبنا محرق ما يتدربون على الملعب، ممنوع يا حي يتدربون على الملعب، ماش ممنوع، دشوا ممنوع حبيبي. هذه المعلومه دشوا، اي معلومه عندك؟ المشكله اليوم اي معلومه اليوم ويا الوزاره وكل لحظه رياض. بس انت الحين انت قلت لي على المحرق ما بيفوزون الا في ملعبهم، ايش تراني به؟ لا انا ما اتكلم شيء، لا لا انت لحظه محرق، انا اتكلم عن خل النظام، خل العداله، خل النظام، خل النظام. انا كلامي اليوم عن المحرق ابو عبد الله، ملعبنا صاير غريب ما نتدرب عليه. مباراة العربي الكويتي ما خلوا نلعب، مباراة ودية ما خلوا نلعب. شو تقول؟ إيه شو تقول لي؟ هذا أنا ملعب محايد. إي محايد والله محايد. خلينا نشوف لاعبين المحرك شنو قالوا عن مباراتهم أمام الرفاع. نتائج واداء بروح وبقتاليه داخل الملعب، الحمد لله اللاعبين قاعد يطبقون الشيء اللي نبيه من كجهاز فني. بنتكلم عن مباراه الكاس، فبتكون مباراه قويه بين الرفاع وبيننا، فالرفاع يعني الكل عارف السنه يملك لاعبين مستوى عالي ومقدم اداء جيد. هي بتكون شوطين، الشوط الاولي يوم الاربعاء والمباراه الثانيه الشوط الثاني، فان شاء الله اللي يكون هادئ ومركز في الملعب هو اعتقد ان اللي بيفوز وبيتاهل الى النهائي. وتعرف ان النهائي كاس غالي علينا، كاس جلاله الملك، وان شاء الله ان هاي الموسم نطمح نقدم كل ما عندنا عشان نفرح جمهورنا ونطلع بالكاس ان شاء الله باذن الله. تقدر تقول ان المباراه اللي طافت هي معنويا جدا مهمه حق فريق المحرق،
ولكن يبقى فريق الرفاع بعد فريق كبير، والمباراة تبي تقول إنه ممكن نفوز عليه بخماسية، لا، مباراة تختلف، مقاييسها مختلفة، معطياتها مختلفة، مسابقة أغلى الكؤوس، أكيد كل المعايير تكون مختلفة في هاي المباراة، فراح يكون فيها سيناريو أكيد راح يكون صعب وراح يكون مختلف عن المباريات اللي طافت. الحمد لله يعني دشينا بداية الفترة الشتوية يعني مستوى طيب، إن شاء الله نواصل عليه. ومش مقياس ربحتنا بالخمسة بستة، مباراة جاية مباراة مهمة، مباراة يعني فريق الرفاع فريق زين هذه السنة، وإن شاء الله مع المدرب الجديد وإن شاء الله نقدر نقدم فيها مباراة طيبة وإن شاء الله نفوز يا رب. شفنا لقاءات المحرق وشفنا استعداداتهم حق مواجهة الرفاع، بس في ملاحظة والله كانت دقيقة جدا من حمد الرويعي وكتبها لي ما دام احنا طلعنا على طول مباشرة، قال انا تفاجأت في تمرين المحرك. شنو ابو عبد الرحمن؟ ما في جمهور، حتى في مبارياتهم ما في جمهور. مبارياتهم؟ حتى مبارياتهم يعني انت حلا بتلاحظ اللي فازوا فيها 6-2 انا كنت اشوف المباراة مش موجود، اي مش موجود الجمهور يعني 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 ما علي ابو حسام يعني اي نص المدرج ابو حسام كله فاضي المدرج يعني جهه جمهور المحرك ما كان يعني ما كان في موجود ان شاء الله من رقم ومن رقم ومن رقم ان ناقلين المباراه على ملعبهم يعني وكانوا يتاملون ان الجمهور ايضا يحضر ما شفت انا جمهور يعني حتى ايضا يعني تكلم ابو عبد الله عن موضوع نقل المباريات ايضا حتى الرفاع الشرقي مبارتين وانا جالس مع الشباب وقاعد كانوا يقولون شلون يصيرون مبارتين على نادي المحرق. طبعا انا قلت لهم حرفيا قلت لهم هذه لابد انها صارت موافقات ولابد انها صارت خطابات. الحين ابو عبد الله اكد لي على كلامي انه ما في ذي الامر. في جمهور ولا ما في جمهور؟ خلينا نشوف اذا في جمهور ولا لا، اعطونا اللقطه حق الجمهور. هدف خلينا نشوف هني اوضح انت ابو حسام شوف هل جمهور ابو عبد الرحمن في ذمتك هذه جمهور محرق؟ لما انا كنت لاعب لما كنت اشوف جمهور محرق كنت انا اتحفز. لا هذه في التمرين شو يسمونه هذه في التمرين؟ لا انا اتكلم لا هذه في جمهور لا لحظه انا اتكلم عن جمهور. لحظه حبيبي انا عن جمهور انت تيم ملعب الوطني اذا مباراه القربي محرق كل واحد يختلف. لحظه كل فريق يختلف تنافس اكيد مباراه محرق الغربي تشوف جمهور اكثر تشوف محرق ويا الوحده تشوف جمهور يا يعني جمهور محرق قاعد ينتقل المباريات ابو حسام ها إيه؟ ينتقل المباريات إيه؟ يختار إيه؟ اذا بلعب مع الرفاع بايل لي كلنا لا ابو تركي لو في لقطه حط لي اي مباراه حق الدوري من جمهور محرق اذا كان متواجد هذه جمهور محرق الملعب كم ساعته ابو حسام عندكم انتوا الملعب كم ساعته 6000 زين 6000 يعني انتوا قزرتوا الدوري ماري السل الوطني ما يشيل جمهورهم هذه حقيقه الحين فاضي الحين ما في الا الرابطه الله يعطيهم الصحه والعافيه يا المحبوب هم اللي موجودين يا كم من واحد بس هذه اللي موجودين انا ما شفتهم غير كثروا يا المحبوب لا انا اقول لك حتى في حطي لقطه مباراه الغربي ومحرك واحد ابو حسام ليش عشان راويك ليش انا اختار بس محرق والغربي او الرفاع ما اختار انا محرق انت ايش تبي انت تبي جمهور انا اقصد الجمهور جمهور مو محرق تقصد لا الجمهور ايه؟ اللي كان يلاحق ابو حسام من ملعب لملعب كل شيء اختلف كان اختلف زين وينهم عيل مش موجودين بس في ايضا الامر ينطبق ايضا الامر ينطبق حتى جمهور الرفاع حتى جمهور الرفاع مش موجود يا حمد حبيبي يعني جمهور الرفاع اللي استضفناه في البرنامج اللي كان احمد عبد الله احمد رئيس الرابطه احمد رئيس الرابطه يعطي الصحه والعافيه احمد وكم من لاعب طيب وينهم انت تعرف بقولها سنعاد انت تعرف قبل يعني نسبيا عاد اي جمهور الجمهور الرفاع عاجم الرفاع الفريق هوية الفريق اختلفت حضور الفريق اختلف هذا الموسم النتائج اختلفت عاد الجمهور في جمهور الرفاع تشوف ابو حسام قليل الاعداد خلينا نتكلم حوالي انت قلت لي مساحة محرك كم يحضر في المباريات محرك مدينة كبيرة يعني لا بغض النظر عشق النادي انا ما اقدر بس مو قليلين نسبة تناسب لا يمكن انا بقول لك كل احترامي حق جماهير الفرق ما يحضر كل الفرق صح. كل فرق بما فيهم محرج ومعد ابعد محرج رديت وايت ابو عبد الرحمن في كلام لا يقول قبل لحظه قبل تلعب محرج يا شرقي ملعب متروس هي اكيد محرج شرقي محرج وجد حفص
متروس اول ما يقول لك اول اول قبل جماهير تأيد كلامك اسمع لا لا يقول بحر المرافي يقول عيال محبوب موجودين يقول لك اليوم جمهور قال عيال محبوب موجودين ممكن ممكن تفضل ممكن الجماهير او المنتسبين النادي صراحه تركت الانديه ليش تركت الانديه جمعيه عموميه الناس ما يبغيها زين ادارات بالتعيين على مدار طويل وعبد الله انت تروح حق نقاط بعيده اليوم عبد الله ما يبي نتائج ولا بده يحضر اجتماع جمعيه عموميه عبد الله ما يدخل بعد ما يدخل لي الامر عبد الله لا عبد الله ما يدخل لي الامر في الجمهور انا اتكلم لا لا عبد الله انا بتكلم لحظه لحظه اذا انت جمهور وتحب ناديك سواء كان بمجلس اداره عدم مجلس إدارة أنت راح تحضر وراح تشاهد يعني يمكن أبو حسام أنت أبو حسام يمكنت على أيامك بكل أمانة ولما كنت في فترة التدريب كان الجمهور انحرك مختلف احنا ما نتكلم عن الجمهور أنا هذا اللي أتكلم محمد عنه أبو حمد وأبو محمد أنتوا تابعتوا تصريحات رياض الذوادي تصريحات عبد الرحمن أبو عبد الرحمن حمد الرويعي وشفتوا تعامل الجماهير جماهير محرك بالتحديد مع تصريحك يا أبو عبد الله وتصريح بعد أبو عبد الرحمن صح ولا لا؟ نعم لا. هل هذا الجمهور اللي كان موجود ابو محمد هذه موجود اليوم لا شوف بقول لك شغله هي مباراه محرق والرفاع انا خليني اقول كان موجود الجمهور ولا مباراه محرق والرفاع دائما هي المباراه الاولى في البحرين خلينا نكون واقعيين واكثر حضور جماهيري تحصل ذي المباراه موجود فيها اكثر حضور جماهيري وانا اعتقد ان الرساله واضحه سواء لجمهور الرفاع ولا لجمهور المحرق وانا اعتقد ان بكره ما راح يقصرون سواء جمهور المحرق او حتى جمهور الرفاع بنشوفهم حاضرين وبعداد كبيره وللامانه في السوشيال ميديا تفاعل كبير من الجمهورين سواء من جمهور محرك صار جمهورنا جمهور سوشيال ميديا لا صار جمهورنا جمهور سوشيال ميديا بتركي للأمانة قام أكثرهم في الحسابات صحيح ولكن مباراة محرك والرفاع تجدهم موجودين في الملعب محرك والرفاع عطوني لقطة لجمهور الرفاع خلينا نشوف قبل شوي كنا نتكلم عن جمهور الرفاع خلينا نشوف جمهور الرفاع أبو عبد الله أبو حسام هذا جمهور الرفاع شوف يعني بتركي هذا اللي بنشوفه مباشر بتركي احترامي حق لاعبي انا ترى لما اشوفه الاحترام موجود حق الكل كل كل وعلى العين والراس هل الرفاع الرفاع الحد والحال والمحرق وكل الانديه هل الرفاع ان شافوا خميس خميس عيد ومريان وسامونه وش اسمه حسن علي كريم سيف لكل زمن دولة, إيه بس دولة ورجال يحبونها في كمين في غيره اذا يحبونها يحبونها الرفاع الشرقي ينشوفوا حمد الرويعي وعلى سعد وحمد محمد وخالد جاسم ميون ميون خصم ما حد يجي راح الجيل بس مو جايين خلاص ميون لانه ما في ميون محمد ما في لعب اكو ابو حمد مو انا اقول ما في لعب هذه وجهه نظري شوف للاسف ما في تعاقب للجماهير ما في تعاقب ما في تعاقب عمليات تعاقب غير موجوده حاليا هذا الكلام على الكل اطلاقا ما عدا شوف ما عدا جمهور محرق هو الوحيد اليوم اللي هو قاعد يحضر عرفت كاعداد اكيد مو بنسبه نادي المحرق الاول ولكن كعدد كعدد مشاهده انت لما مثلا دوريك تبي تشوفونه في الخليج على الاقل تشوف في موجودين واكبر دليل انه يوم جاوا الاهلي السعودي هنا قالوا ما شاء الله في جمهور محرق جمهور حتى استغربوا في السعوديه ان شلون جمهور محرق عنده جمهور كبير بهذا الحجم احنا بالنسبه قلت لكم في بدايه الكلام المناطقيه وحب المناطقيه ذي شبه انتهى اكيد لاسباب طبعا مو محور حديثنا في ذي الحلقه اللي احنا نتحدث أكيد. فيه ولكن اليوم كل عضو في النادي وكل فرد اليوم في النادي ما يطلع من النادي وهو الا زعلان فبالتالي او ما يورث اولاده حتى حب النادي أول عرفت شلون ما نطلع ما يطلع اليوم اللاعب اليوم اللاعب القديم او الاداري القديم او مدير الفريق او الرئيس ما يطلع فرحان يطلع زعلان فبالتالي ان عائلته كامله هو وعياله على طول يصطفون صف جنب نفوق. قلنا لكم كل الامور تغيرت ما راح اتحدث انا فوزت اذا تسمح لي بس اتكلم عن مباراه الرفاع والمحرق اي باختصار عشان اروح حق بعد اي ذي يعني ذي المحور شوف مباراه جدا مهمه للفريقين فريقين كبار فريقين يمتلكون مجالس اداره يعني معالي الشيخ احمد هذا كله ابو حمد عارفينه السؤال الان السؤال اللي بوصل له اليوم انعكاسات اهم ما في هذه المباراه انعكاساتها على الدوري اليوم انت عندك بس مسابقتين في البحرين مسابقه كاس جلاله الملك وكاس الدوري خل كاس الاتحاد ولا ما يسمى كاس الاتحاد دي تنشيطيه بالنسبه لي ولكن انت اليوم فقدان اي فريق من الفريقين
كأس جلالة الملك وخسرتها هذه البطولة راح تلقي بظلالها مباشرة على نتائج الدوري. فبالتالي ما تفق وياك عبدالله. فبالتالي أكمل كمل وجهة نظرك. فبالتالي فبالتالي فريق سواء كان محرق أو الرفاع على الفريق اللي أنا أتكلم اللي راح يخسر راح يواجه جدا ضغوط في الدوري بحيث انه هو ما يخسر بعد اضافه يعني المسابقه الثانيه اللي هي الام اللي هو الدوري. فبالتالي بتصير عنده شويه نوع من المشاكل. تفاديا لهذا الامر يجب على الفريقين ادراك اهميه المرحله، الهدوء، الصبر، كيفيه انتزاع الفوز. صعب بالتعويض في مثل هذه المباريات. صحيح ان لا ما في تعويض ذهاب وياب. حتى لو لا ذهب لا فيها ذهاب وياب اي بس تنغلب في المباراه الذهاب. ولكن الخساره في المباراه الاولى انا اعتقد احنا ما عندنا فرق في البحرين لحد الان مع احترامي الشديد لكل الفرق اللي مو ممكن انه هو يعيد نفسه في خلال اربع ايام. كلام جميل. مناسبه جدا مهمه. لذلك جميل. انا احذر انه يكون الهدوء الصبر. شلون كل فريق من الفريق من الفريقين يكسب الاخر يعني بحنكه تحتاج الى خبرات خبرات خبرات. ابو محمد هذه متعارف عليه لابد من الخبرات في مثل هذه المباريات الحساسه. خلينا نشوف لاعبين الرفاع وارجع لك ابو عبد الله بما نحن نتكلم ابو محمد اسف نرجع حق ابو محمد نشوف لاعبين الرفاع. مباراة صراحة راح تكون 50-50 ومباراة من شوطين. مباراة يوم الأربعاء راح تكون الشوط الأول، مباراة تاريخ 11 فبراير راح تكون الشوط الثاني. المنافسة دائما محتدمة بين فريقين كبار يعتبرون قطبي كرة القدم البحرينية. والمحرق نعم ظهر بشكل جيد المباريات الأخيرة وإن شاء الله احنا قادرين ناخذ كل مباراة على خطوة. مباراة يوم الأربعاء راح تكون الخطوة الأولى وإن شاء الله مباراة تاريخ 11 راح تكون الخطوة الثانية ولنا حسابات خاصة في هذه المباراة وإن شاء الله نطبق التكتيك المناسب للمباراة ونظهر بالشكل المناسب بنتيجة إيجابية عشان تساعدنا النتيجة في المباراة الثانية. استعداداتنا راح تكون مثل أي مباراة لكن أي مباراة كوس تعرف راح تكون ذهابية وإحنا الحين تركيزنا على مباراة الذهاب وإن شاء الله إن شاء الله قادرين إن إحنا الحين نطوف الذهاب ولكل حادثين حديث في الإياب إن شاء الله. نحترم فريق المحرق يعني بدنا نلعب معهم مثل ما بنلعب مع حي الله الفرق. هي صعينا لعبة ديربي بتعرف يعني فريق الرفاع هلا بالوقت الحالي فريق قوي كتير وإن شاء الله إحنا عم نشتغل مع المدرب على التكتيك اللي بدنا إن شاء الله ننزل نخش المباراة عليه وبإذن الله فايزين. المباراة بتكون صعبة أتوقع نص نهائي ضد فريق المحرق ان شاء الله يعني الامور طيبه ونوعد جماهيرنا احنا نطلع بافضل صوره نقدر عليها ان شاء الله. شفنا استعدادات الرفاع وشفنا المدرب الوطني القدير علي عاشور اللي كان ضيف من ضيوف كرة في ملعبك وشفنا شلون يتكلم عن مواجهته أمام الرفاع دائما أمام المحرق عفوا دائما الدبلوماسية. أبو محمد تعليقك على اللي شفته بالنسبة لاستعدادات الرفاع. يعني المحرق والرفاع كلاكيت ثاني مرة الموسم الماضي دور قبل النهائي لكن أعتقد أن المواجهة في هذه الموسم لعلي عاشور أكثر تعقيدا لانه راح يلعب مع المحرق في ظرف 11 يوم بالتحديد ثلاث مباريات اكثر تعقيدا. نعم ثلاث مباريات. لا تنسى انه هو متصدر الدوري والملاحق الرئيسي له هو المحرق. بس هويه البطل عند الرفاع موجوده. انا اعتقد يعني اذا كانت هويه البطل موجوده عند الرفاع فهي ما تخفى اكيد عند المحرق. سواء المحرق او الرفاع هي المباراه اللي راح تقام غدا واحده من اهم المباريات للفريقين. فيها تحديد مصير وفيها يعني مسلك ممكن انت تاخذه الى نهاية الموسم. صحيح. المحرق تغير الفريق الى نوصل لهذه المباراة مر على ثلاث مدربين سلمان شريده البيجاوي والان نبيل كوكي لكن الرفاع يمكن اكثر استقرار مع الجهاز الفني ولكن الشيء المستغرب في المحرق على الرغم من تغيير الجهاز الفني الا ان الفريق في تصاعد. المحرق نعم بعد فترة التوقف نعم نشوف ان الفريق قاعد يتصاعد بشكل كبير. كان يعاني من تهديف ولكن شفنا في المباريات الأخيرة يسجل 5 أهداف و6 أهداف
وهناك تغيير حتى في وجوه اللعيبة، الرفع أيضا على مستوى الاستقرار في اللعيبة موجودين اللعيبة نفسهم، ولكن علي عاشور كان يفكر بشكل كبير في هذه المباراة تحديدا. شف وشفنا ذي الشيء موجود في مباراة الحد، عملية تدوير كبيرة للاعبين، خط الدفاع لما تقوم بتدوير في عملية خط الدفاع معناته أن أنت قاعد تفكر للأمام ولمباراة لقدام بشكل كبير. واضح أن الكابتن علي عاشور أعطى هذه المباراة اهتمام كبير، ومن الطبيعي بأن المباراة ذي راح ترتقي بشكل كبير. صحيح. تتكلم عن المحرك اللي يمكن اثنين لاعبين حاسمين كانوا موجودين في الفترة السابقة، عبدالله يوسف وزياد الدربالي، وكان لهم سجل تهديفي وحضور في هذه المباريات بالتحديد في 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 اللي لعبت في الموسم الماضي، غير موجودين اليوم. والرفاع الفريق تغير بشكل كبير. انا اعتقد ان هذه قمه الكره البحرينيه بشكل، يعني هذه ما نختلف عليه، قمه. ولكن انا اقول لك يمكن افضل مباراه شفناها في الموسم تقريبا مباراه الرفاع، مباراه الحد، من ناحيه الرتم. يعني نتكلم فنيا اليوم، فنيا. لكن انا اعتقد ان المباراه القادمه مباراه محرق والرفاع، وحتى في الموسم الماضي كنا نشوف رتم عالي جدا من اللعيبه. بالضبط. واكيد هذه المباراه راح تاثر بشكل كبير على الايام الجايه. بس عندي مداخله من مدرب وطني قدير، يمكن لك للحب والتقدير والاحترام، صاحب انجازات كان قبل يومين متعرض لوعكه صحيه، نقول الحمد لله على السلامه يا ابو احمد، مدربنا الوطني القدير الكابتن سلمان شريده، مدرب الحد اللي عنده مواجهه امام الحاله. طرح سؤال على الحضور، اولا يمسي عليكم بالخير ابو احمد، ويقول لكم سؤال. سلامات ابو احمد. سلامات. من المدرب اللي اكثر مدرب شال اغلى الكؤوس كمدرب وكلاعب؟ سلمان شريده. يا سلام، اجابه سريعه. سلمان شريده. لحظه، بلا شك. ابو احمد نفسه سائل. ابو احمد اخوي. ابو احمد حبيبي. احنا انت تسال وجاوب عندك؟ ابو احمد شو حبيبي؟ يوز على السوالف ذي من قريبك. تفضل. يبي داعبكم، يبي يسلم عليكم. كم مره حملت اللقب كمدرب ابو عبد الله؟ كمدرب انا حصلت بطوله كاس ولي العهد، حصلت عليه كمساعد. امام من؟ امام البديه. امام البديه. لكن انا في المباراه بالنسبه لنا بكره عندنا حاجه واحده، كل ما نبي يكون الابرز وصاحب الحضور اليد الطويله هو الحكم في المباراه. التحكيم في المباراه في هذه اللقاء هو الاهم بالنسبه لنا احنا في نجاح المباراه. نجاح المباراه من نواحي خططيه او فنيه متروكه للمحللين اللي بيحللون المباريات في الاستوديو التحليلي. في استوديوهات التحليل احنا اليوم نتمنى نجاح الطاقم التحكيمي في هذه المباراه. ليش نتمنى النجاح؟ نتمنى النجاح ان لا يكون هناك اخطاء قريبه مثل ما شفناها في مباراه المالكيه والمحرق، لانها خطا قريب وليس خطا. الاخطاء الكلب عبد الله. لا، مو في فرق بين الخطا القريب. زين، الخطا القريب. ابو عبد الله شو تلمح له؟ عطني اياها. بعطيك. انا ما لمح لك. عطني اياها. انا اقول لك شنو الاخطاء القريبه؟ تعطيني مسميات. انت مساء انتقدت ابو حمد لما اعطاك مسميات. الخطا القريب اللي صار المباراه اللي شو اسمه في تركي. انا بعطيك في باله. شو يقصد في باله؟ في باله رسلمك يبي يضغط على الحكام. لا انا ما اضغط. خلت حكي. خلت حكي. خلت حكي. خلت حكي. هذه من المعاور. شوف. لا لا لا. بالنسبه لنا اليوم قلت لك خلت حكي وعقب. ما علي. اوكي. هذه اسلوب طبقوه. من اللي طبقونه؟ الحد طبقوه مسلم ضده ونجح. بدون ذكر اسماء ما دام موجود معانا. احمد ارفيجي ومعلي مفتوح انا ورياض وربعه يطبقونه مباراتنا ويا محرك عشان هذا الحكم. خلينا نتكلم. خلت تحكي. لحظه. لا تحكي. لا تحكي بالكمل. زين. بس كلمت على كيفه. اقول لك كمل. خذ راحتك. هذه طريقة عارفينهم من زمان. أسلوبه. ضغط على التحكيم. مشكلة الحكام يمشون على السالفة. هاي لا طحن يسمونه شو اسمه ذي إسماعيل. لا ما يسافرون. لا هو عياش. لا هذه طريقة بعين. عارفين السالفة. خلاص كمل. شو فيك ده؟ مباراة ويا الغربي. أقول حق ربعي فرصة. لان الرفاع مهتز. الرفاع مهتز مبارتين مهتز ويا الحد مهتز.
قدم يقول لحظه خلها تحكي عقب المباراه عقب فعلك شغل فيني. لا لا يقول لك نادر قال ان الرفاع قدم احسن مباراه له. اي الرفاع قدم قدم كان يفوز على الحيل. الحيل كان افضل مرتين افضل الحيل وزين انقذوا روحهم. تقول لي اخر دقيقه انقذوا روحهم. المحرق اقول لكم هاي فرصتكم قلبتها بكمل خذيتوا الكاس الملك والدوري بعد يعني مثل ما قال عبد الله ياثر عليهم والنقطه واحده. شوف الحين وصلنا نقطه واحده وشوي الاخبار ياثر على الفريق ياثر على الفريق. إيه اقول لك اذا طقينا وخذينا الكاس او طقينا قولوا حق الدوري بانكم باي باي. هذا تهديد تركي لحظه عبد الله تركي عطني بس عطوني تشانس ما شاء الله بس عن المحاضي ما بنطلع منه برجع لك عبد الله ما بطالع من المحاضي. خذ راحتك خلينا نكون واقعيين. الرفاع يعتبر افضل فريق في الدوري بكل امانه هذه متفقين عليه بغياله مدربه علي عاشور اللي هو اللي اعتبره المدرب واعتقد تحدثنا عنه عن السابق. احنا نبحث عن هويه وهذه حقيقه نبحث عن افضليه. اما بتيني حق بكره حق مباراه بكره اي الرفاع الافضل دليل ذلك انه متصدر لاعبينه اميز مع احترامي للفريق المنافس له اللي هو محرق. انت لك تصريح قبل قلت لاعبين محرق كبار سن لا زالوا لا هذاك حد هذا الكلام هذاك في 2012 بعد تصريح اليوم لا لاعبين شباب لاعبين الرفاع بالنسبه لي انا وجهه نظري اميز من لاعبين المحرق. ولاعبين المحرق ايضا يمتلكون لاعبين بكل امانه بعد لاعبين مميزين يعني يمتلك انت ما خليتني اكمل اميز وسكت خلي يقول رايي يمتلكون ايضا لاعبين مميزين يعني من ناحيه الفريقين ممكن انا اقارنها ان هي بتكون متساوية من ناحية الفريقين لكن الواقع يقول غير. شو يقول الواقع؟ الواقع يقول الرفاع أفضل لأن متصدر الدوري بتيها من ناحية إحصائية ومن ناحية أهداف الرفاع هو الأفضل. وعبد الله تكلم عن التحكيم أنت تقول اليوم جماهير ولا التحكيم؟ شوف قلت من قبل جماهير محرق حساسين إيه لا ما يتقبلون النقد. اليوم التحكيم يتقبل النقد ولا ما يتقبل النقد؟ بتسألني عن ذي السؤال عن محرق التحكيم عن ناحيتهم يعني هذه وجهة نظر أبو عبد الله يعني ما يحتاج أنت أصلاً تتحكى أبو عبد الله عن التحكيم لأن التحكيم يصف فيها محرق رضينا لا هذه وجهة نظرك لا 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 هذي لا لا اتهام. لا لا مش اتهام لا لا مش اتهام مش ما, اتهام. ما في تحكيم لا اليوم يصف في صالح فريق على فريق لا شوف أبو تركي مش اتهام هو هذه واقع نعيشه يعني محرق لا مش انا اللي عايشه لا الشارع الرياضي ايضا يعيشه في بعض في البعض مو الكل يعني التحكيم من ناحيه محرق ابو عبد الرحمن يمكن هو الوحيد اللي يحسب 100,000,000,000 حسبه حق محرق في كل الجوانب في المباريات يحسب لهم حسبه لما تيجي حق فرق ثانيه تكون مشكله ثانيه اعود عند التحكيم ابو عبد الرحمن يعني انت تقول التحكيم يقف دائما مع المحرك مباريات محرك والرفاع يحكمها او اغلبها كان يحكمها نواف شكر الله افضل حكم عندنا يمكن في منطقة الخليج نادر انا اشوف نادر يعني خلينا نسمع وجهة نظره لا نسمع شيء يقول لان التحكيم في مباريات محرك والرفاع ما كان سيء ليش استبعد السماهيجي ما كان سيء ليش استبعد السماهيجي وليش هم قدموا عليه قدموا عليه تغرير في الاتحاد السماهيجي كان يظلمهم وكان يسويهم فاللي حطوه افضل هذه واقع انت تتكلم عن نواف شكر الله فواز انت سمحت لي بس تفضل ايه. انا بالنسبه في اخطاء تقريريه زين واخطاء غريبه حدثت الاخطاء القريبه مباراه الجزيره اسف مباراه الدوري الاماراتي مباراه المالكيه الاخطاء التقريريه هي سقوط اللاعبين في ال18 واخطاء في ال18 خلينا نكون واقعيين اليوم في نسبه تناسب في الاخطاء التقريريه انا اليوم علشان اكون لي راي بحثت عن إحصائية طلع الإحصائية دائما ما تصب في صالح المحرق الإحصائية بناء على شنو عشان أنا بناء يعني أثق في هذه الإحصائية ولا لا رأي جمهور لا رأي مشجعين لا, لا 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 أنت تعرف أني أنا اتصلت فيك وبحثت عن أحد الحكام هنا علشان أشوف الإحصائية يا الإحصائية تأخذها من التلفزيون والبرامج التلفزيونية اتحاد كرة القدم صحيح. واحد من الاثنين إذن سألت سؤال واحد الأخطاء التحكيمية
التقديرية تصب في صالح من؟ قال في صالح المحرق. من اللي قال؟ اللي بحثت أنا اللي بحثت مصدرك أي مصادري واليوم جمهور فاشل. زين إذن هذا ما يختلف عن اثنين في الـ في الـ في الـ الأخطاء على طول الموسم دائما ما تصب في صالح المحرق. حلو. زين إذن اليوم إحنا نطلب من رئيس لجنة الحكام أن لا يختار الحكم قبل المباراة بيومين أو بيوم يخرج اسمه، لأن في ضغوطات من الإعلام. متى يختار؟ متى يختار الحكم؟ خلا كمل من السوشيال ميديا. زين اليوم إحنا نعرف إن نواف أمس في السعودية في مباراة الرائد. زين اليوم هناك حكام مميزين مثل عبد الشهيد مثل عام. من تبي يمشيك الحكم؟ الحكم يمشيك؟ لا 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 مثل أنا أتكلم اختار الحكم يمشيك. أنا اختار الحكم يمشيك. أحمود اللي فوزه. أحمود اللي فوزه. قول لا 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 تبي اللي خالفك. أنا بقول فواز إحنا نتكلم محرك محرك بقول لك طول عمر محرك تكافؤ ولا يدوم بالحكام ولا شيء. طول محرك محرك يفوزون. لا هل قلت محرك يفوزون؟ الجمهور سأل اخطاء التحكيم. انت لاعب عبد الله انت لاعب اخطاء التحكيم التقديريه مش موجوده؟ موجوده بس عزيز اذن ما بقول المحرك النسبه العاليه. النسبة يعني لك لك. انا جبت معلومه انا ما جبت والله لا اجلس لك واطلع لا على الرفاء. لا انا انت بتقول لي لا والله الرفاء لا احنا يا فواز احنا ايش كيف ظلمونا في هذه المباراه نتمنى نحصل اي تحصل. روح دور لك تبي متركي ابو تركي. انا شوف انا احترم اراء الميول محترمه اكيد في ميول زين اراء الميول محترمه ونحترمها، ولكن بعد خلنا بعد نتحدث بجهه محايده في الموضوع بشكل عام. شوف اول شيء قرب مستوى الفريقين هذا الموسم بين محرق ورفاع جدا قريب. الرفاع نجح وبدرجة اقتدار انه هو يعيد نفسه من جديد محمد هذه كلها ويعطي فريق. لا عن نقطة التحكيم بس هو طرح نقطة التحكيم. عبد الله لحظة عبد الله لحظة 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 انت اكثر واحد مواجه الدوري سؤال لك عن التحكيم. لحظة ممكن لحظة الرفاع متصدر والمحرك خلنا نكمل. لا لا فرت المحور انت. لا لا انا احنا في محور التحكيم. انا ارسلك وانت وعبد الله حلل. وعبد الله انا لا تختارني انا شو اقول. لا ما قلت انا اختار شو اقول. لا بس انت فريت المحور واحنا في انا اللي اختار. لا لا. انا اللي اختار شو اقول. يغير اوكي اوكي خلني انا اختار. خلني انا اقول لك مقدم. اسمح انا مقدم ابو حمد. ابو حمد انت تكلم عن محور التحكيم. محور التحكيم ابو عبد الله النقطه قال ان التحكيم يصب في صالح. شوف اولا واحنا يعني اولا 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 انا بس اطرح النقطه اولا 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 نشوف رايك والميول. اولا اولا مهنيا كاعلامي لا يمكن لي ولا اسمح لنفسي الحق اني اشكك في ذمه. ما شككنا هذا الكلام. اي شك في الحكام الا انهم يتواطؤون على فريق حساب الاخر. لا شك لا 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 ايش بتقول يوم حرك؟ لا 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 في فارق. لا 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 في فارق نقول راينا وفي فارق نشكك في الذمه. لا 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 شككنا في الذمه. ما دخلنا الميول عندك بالاخر. لحظه اكمل. لا لا احنا نقول اكمل يا فواز. احنا نقول راينا اكمل وحسام اكمل. خلني اسمع خلني اكمل عشان بس مشيت عليه. خلني اكمل. لا بس ما خذ راحتك حمد بعدين رد علي. رد علي قول لي رد علي بعدين. قول ابو حمد خذ رد علي. رد علي كلامي نقطتك. ما نشكك وهم منزلين التشكيك. التشكيك ما شككنا. لحظه عاد بقول لك شو التشكيك بعد ابيض واصفر. ما شككنا لما انا اقول ما اسحبه لان اسحب كلامك. لا لا عندك ميول. لا يمكن انت تسحب كلامك لو سمحت. احنا لو سمحت تكلمنا عن وضع التحكيم. لو سمحت لو سمحت اذا هو كان لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت انا لا يمكن اليوم مهنيا اني انا اطلع واقول عن الحكام انهم يتوقعون. لحظة عاد سؤال من قال؟ لحظة لا لا تتهم. انا اسالك سؤال من قال؟ ما حد قال. انت تقول بنفسك. ما قال ما قال الحكام محرق استفار من الحكام. لا الاخطاء تحكم. تعال عبد الله استغرب. استغرب عليك. استغرب عليك وانت محلل. لا تستغرب عليك. لا ترى ليش استغرب عليك. استغرب عليك بقول لك وهدى بعد اهدى. لا معليش انا هادي. لا ليش مو بهادي؟ تعرف ليش؟ لان حورت الكلام. ليش؟ بقول لك انا ليش حورت الكلام وهذا الكلام. لحظه محمد حمد لحظه انا قلت الاخطاء التقديريه
كيف انت رياضي وحمود رياضي وانا رياضي ما في اخطاء تقديريه على الحكام تحدث في المباراه بالحق روحك اذا ليش اذا طبيعي يعني لحظه ممكن لحظه اذا تقديريه طبيعيه قلت لك انا الغريبه والتقديريه حطيت لها عنوان انت راح تشكك في الغريبه الغريبه شنو ايش معناته الغريبه لحظه ايش معناته الغريبه الغريبه بقول لك اي غريبه لحظه بس انا بس ابو حمد وعبد الله بس عشان افهم انا القريبه ولا الغريبه بالقاف ولا بالغين القريبه بالغين اي القريبه أي بس عشان انت توضح لي الصوره قريبه ولا غريبه اللي في علامه استفهام يعني يب مباراه المالكيه انا سامع المحلل التحكيمي قال هذه من الاخطاء القريبه صارت من رميه التماس خطا قريب وتحدث في دورينا اخطاء تقديريه وغريبه غريبه يعني مفترض انك ما تحدث لكن تحدث هذه الاشياء القريبه عموما احنا لم لحظه خلينا يلا وضح وجهه نظرك خلاص عبد الله انا رياضي انت وديتنا الى التهم والاتهام لا 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 انت قلت انت انا 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 شوف بقول لك شيء واحد اسمعني بقول لك شيء واحد اسمعني لا صارت نقاشات جانبيه ابو حسام تفضل بس برجع لك والله عشان بس اول ما بدا خلني اكمل كلامي اول ما بدا ايش قال قال الحكام يخافون من المحرك لا 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 قال عيد وين عيد اللقطة كمل من ربع ساعة قال ان الحكام الاخطاء التقديرية يحسبون حق محرك بس قلت بعد يحسبون حق محرك شو معناته شو معناته يحسبون تقديراتهم مش انا ليش في ذمتنا ليش ما دخلنا لا 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 والرياس قال لا لا قال حطوا الحكام لحظة انا خايف لحظة الواحد يقول لك انا بشرح شنو كلمة تشكيك بس ما تبدا الوي بس لو سمحت يلا عطلك خمس ثواني عشان بس اروح حق راح يقول انا خايف من الحكام الاخطاء التقديرية لحظة انت لاعب خلت حاجش في قديه تفضل ببهدل والله اخطاء تقديريه يا حمود اسكت شويه عن اللقاي خذ الميكروفون كله تفضل ابو حسام تفضل قال انه انا باكر خايف تقديريه من الحكام تقديريه لا اخطاء تقديريه واحد من اللي يقول انا خايف من الحكام معناته يشكك في لا ما لا شكك شو بعد احنا بكمل انا قلت انا خايف منك ايش معناته انا قلت الكلام وخلوني اكمل انا لا انا اخاف منك ابو حسام خاف مني ابو حسام ابو حسام عليك نقول الحمد لله هذا ايش معناته ابو حسام هذا كلامك ابو حسام خل اصحح المفهوم اي صحح اعتذر حق الحكام اعتذر مستحيل لا خلك شاء الله عندكم باتوا اياه انا شو اقول انا شو اقول كمل عشان نروح حق الحد والحاله شوف انا اقول عبد الله هو اللي ثابت انا اقول اليوم نادي رفاع ونادي المحرق اكبر من الحديث بظلم حكم او جزاك الله خير اليوم نادي الرفاع لحظه قلنا في البدايه ان عمل مضني وان النادي اعاد بريقه وعادي ما يحتاج اليوم الى مساعده تنويل خطب الحكم ومحرك كذلك نادي له تاريخه وكذا ما اعتقد احنا اليوم نتمنى نشوف اللي اكثر لاعبين منتخبنا البحريني في موجودين في هذه الفريقين ان نشوف مستوياتهم الحقيقيه في مباراه القدم على ذلك ما في والله يوفق الحكام ان شاء الله شوف انا تاريخي كله تاريخي كله اسود اسود صندوق صندوق دولك حمر كنايه بالصندوق تاريخي كله لم اتهم او اشكك او اطلق تصريح على التحكيم هذه النقطه خليني اكمل لك خلاص اليوم احصائيه في العالم تقلب هذه تراجع تراجع رياض مفهوم رياض فواز ترى بقول لك تراجع قعدتي ام ابو حسام صارت بالصدفه مو بالصدفه لا بالصدفه لا متفقين حمود خلوا ضيوف يشربون ماي اعطونا الحد والحاله خلينا نشوف التقرير برجع لك نشوف الحد والحاله بعد انتظار طويل تعود لنا منافسات كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم لتستمر بذلك الإثارة والحماس نحو تحقيق هذا اللقب الغالي تبدأ لقاءات دور النصف النهائي من كأس جلالة الملك
بلقاء الحالة والحد في لقاء سيشهد الكثير من الإثارة والحماس. فالحالة تمكن من إخراج الملكية من دور 16 من البطولة بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وعاد في لقاء الإياب ليكرر نفس النتيجة ويتأهل بذلك لدور الثمانية. وفي دور الثمانية وصل الحلوية انتصاراتهم بفوزهم على النجمة في لقاء الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدفين، في حين تعادل الفريقين سلبيا في لقاء الإياب ليتأهل الحالة بكل جدارة إلى دور النصف النهائي من البطولة. وفي الجانب الآخر تمكن الحداوية من التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزهم على سترة بهدف نظيف في لقاء الذهاب وبهدفين نظيفين في لقاء الإياب. أما في دور الثمانية فقد تمكن الحد من إقصاء الرفاع الشرقي من منافسات البطولة بعد تجاوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف ليعود في لقاء الإياب ويكرر نفس النتيجة ليضع بذلك لمسته الأخيرة نحو الوصول للدور النصف النهائي من البطولة. الحد المتعطش لتحقيق اللقب بعد أن غاب عنه لفترة يواجه الحالة الذي يسخر كل قواه لتحقيق هذا اللقب الغالي. المنافسة شديدة أمام الفريقين وأمام المدربين الوطنيين سلمان شريدة وعارف العسمي، فلمن ستكون الأفضلية في هذا اللقاء؟ حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. تكلمنا عن الضلع الأول في قبل النهائي، نتكلم عن الضلع الثاني اليوم. الحد والحالة، الحد حقق اللقب من فترة بسيطة، الحالة من فترة بعيدة كان غايب عن البطولات واليوم وصل للدور قبل النهائي. عشان بس ما نظلم بعد الحد والحالة. الحد والحالة خلنا نبتديها منك محمد. لا أعتقد هي مباراة يمكن متكافئة بحد كبير. متكافئة يعني ولا من طرف واحد؟ لا أنا أعتقد أنها متكافئة بحد كبير. الحالة ترى مشواره صعب، كان مثل المحرك يعني وطور روحه بشكل كبير. أتفق معك حسان، الحالة يمكن الفرق اللي قابلها في مشواره قابل المالكية وبعد ذلك قابل النجمة اللي استطاع أنه يزيحه، هو بطل النسخة الماضية، لذلك كان مشواره أيضا صعب. الحد الحالة فاز على المالكية 1-0 نعم ذهابا وإيابا، وفاز بعد ذلك على النجمة 3-2 وتعادل. لذلك أنا أقول لك المشوار الأصعب للأربعة للحالة وللمحرك. المشوار الأصعب يصب في صالح الحالة ولا يصب في صالح الفريق المنافس؟ لا أنا أعتقد يصب بشكل كبير لصالح الحالة. لما أنت تتغلب على صاحب النسخة الماضية النجمة وتخرجها من البطولة، أعتقد هذه حافز كبير بالنسبة لك. ولا تنسى أن الحالة يمكن في الدوري كان يؤدي أداء جيد في المباريات، ولكن نتائجه كانت سيئة. جات مبارياته مع بطولة كأس الملك استطاع أنه يفوز ويرجع لسكة الانتصارات مرة ثانية، ولذلك شفناه أيضا في المبارتين الأخيرين في الدوري استطاع أنه يفوز على المنامة ويتعادل. تحرك بنقاطه شوي. نعم. ردا على الحالة نشوف لاعبين الحد شنو قالوا عن مواجهة الحالة. نشوف لاعبين الحد. مثل ما تعرف انت مباريات الكؤوس تفرق عن الدوري في تعويض، بس الكؤوس ما في تعويض. احنا لازم نكون دش بكل تركيزنا وتركيز عالي علشان نقدر نحقق الهدف اللي احنا راسمينه من بدايه الموسم اللي هو تتويج. يعني احنا الحين طولنا صفحه الدوري، نفكر في مباراه الكاس، حتى حشالين من بالنا عن النهائي. احنا قاعد نفكر مباراه الحالة الذهاب، ان شاء الله نعدلها حق ذي المباراه احسن استعداد. الحمد لله قدرنا نوصل لتشكيله، المدرب عرف اللاعبين اكثر، خصوصا ان الكابتن جاي قبل الوقفة. الحمد لله إن شاء الله نكون مستعدين حق ذي المباراة، ثم عقبها إن شاء الله نفكر في مباراة الإياب. الحمد لله والشكر، كابتن سلمى بصحة جيدة الحين. الظرف الصحي اللي صار في المباراة كان شوية ضغط مرتفع، واضطرنا نأخذ المستشفى. الحمد لله الأمور سووا له الفحوصات اللازمة، أموره طيبة، حما خلينا يرتاح الحمد لله.
على ان شاء الله بكره يكون متواجد ان شاء الله. إذن شفنا هذه اللقاءات وكان غايب عن اللقاءات مدربنا الوطني القدير صاحب الإنجازات ما فيني شيء. إيه شفيك تضحك لا أضحك بعب اللي يقعد معاكم ما يضحك. حبيبي دوم شاء الله دوم دوم كنا نتكلم عن الحد وسلات الحد حاولت أخاف ظهري هو لي محمد محمد ما يحبك انت زريولي ابو عبد الرحمن كان قريب من الحد ودرب الحراس في الحد وهو اي قريب جدا من نادي الحد. الحد في مواجهة الحالة ابو عبد الرحمن ابو تركي ممكن انا اعطيها عنوان بكره. شنو عنوانها؟ عنوانها المعلم الصحفي ابو عبد الرحمن المعلم والتلميذ. الله المعلم والتلميذ المعلم اللي هو الجنرال سلمان شريده والتلميذ والتلميذ عارف العسمي اللي هو يعتبر تلميذ مدرب مجتهد. لكن انا بنظر لها من جانبين. الجانب الاول ان الحد يعتبر من الأندية اللي انتعشت في البطولات والحد الحد اي والحالة لا الحالة خلنا نتكلم بحسام فساوي ما يسوي شيء بالأس قال يأكل على كلامه يسمحونه تقول لي يقول لك يقول لك الجسم مو بجسم مدرب حراس هذا الكلام اللي كان يدور حسام مو قادر يكمل يقول لك محمد جماهير الحد وين هي شفناها موجودة قبل موسمين ثلاثة اليوم جماهير الحد غايبة ما في إلا يونس ويونس يغيب مباراة ويرجع مباراة أنا شوف جماعة أول شيء بالنسبة لمباراة الحالة ومباراة طبعاً ما تقل أي أهمية عن مباراة محرق ورفاع أكيد زين أنا أعتقد أن هذه الفريقين قدموا أداء جيد خلال الدوري حتى وإن صار نوع من هبوط في المستوى في فريق الحد إلا أنه كان يقدم مستوى جيد ما في شك على والرهان على سلمان شريد أنه هو فاهم لعبة كأس جلالة الملك وعنده خبرة كبيرة في اصطياد الكؤوس خاصة صحيح. كذلك فريق الحالة قدم في الدوري طلع بشكل كنت يعني أنا يوم كنت في برنامج في التسعين كنت دائما أتكلم عن فريق الحالة إنه قاعد يقدم نموذج جدا جيد بس النتائج ما ولكن النتائج كانت ما تسعفه لقلة خبرتهم ولا ابتعادهم عن دوري الدرجة الأولى ولكن أعتقد إن الحالة اليوم يقدر يقدم جيد أعتقد إن الحد كذلك فريق الحين ترشح كفة من على من أنا بالنسبة لي جدا بالنسبة جدا جدا راح تكون مباراة جدا صعبة الخبرة واللاعبين عند الحد ولكن روح العائله عند فريق الحاله والان احنا شفناهم في الفتره الاخيره وشفنا فوزهم على المنامه في الدوري شفنا فريق الحاله قاعد يرجع يعني يرجع بثبات فانا اعتقد ان المباراه راح أيوة. تكون جدا صعبه لدرجه ان فريق الحد اليوم يحتاج ان يعسكر يومين لهذه المباراه الحد ايه الحد صحيح. انا عجبني ان احترم الخصم من الان واعتبرها مباراة جدا مهمة خاصة وان الحد خارج من مباراة مع الرفاع محمد عبد الافضلية لمن؟ ما اسمع الافضلية لمن؟ لا الافضلية 50-50 ما في 50-50 لازم في نسب لا 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 50-50 لا 50-50 صعب التكهن في مثل هذه المباراة ما انا ما قلنا تكهن انا ما قلنا تكهن أي. عن النتيجة أي. من الافضل خلينا نشوف لقاءات الحالة ما بيعطيك احد خلينا نشوف انا لا ما قلت النتيجة عبد الله ما يعطيك احد ما يعطي مو بصريح مو بصريح خلينا نشوف اللقاءات وارجع حق احمد سلطان أول شيء يشرفنا أن نلعب الدور قبل النهائي وخاصة أن الاسم دي يحمل كأس جلالة الملك وهو الأهم والأهم هنا إن شاء الله نقدم المستوى الزين اللي يشرف الكرة البحرينية ويشرف نادينا ويشرف جمهورنا على أن احنا نفوز في المباريات وكل من يطمح في الفوز عشان يوصل النهائي والسلام على جلالة الملك وهذا شيء يعني مطلوب من الفريقين إن كان هنا والله إن كان الحد وإن شاء الله يعني نقدم مباراة زينة والأمور إن شاء الله هنا سائرة مثل ما تشوف أنت الفريق إن شاء الله متحمس على المبارتين ذي وإن شاء الله يعني نكون هنا لنا نصيب إن هنا نتفوق في المبارتين ونوصل
وهذا شيء مو بغريب يعني احنا على نادي الحالة كذا مرة وصل مرتين وخذ كاس الملك، واعتقد ان الفرصة لنا متاحة وحق الحد طبعا متاحة، فريق لا يستهان به، ولكن كلاعبين كأسماء اعتقد الملعب هو الفاصل. الحمد لله انه وصلنا لهذه المرحلة، طبعا الحد فريق كبير وكل فريق يوصل للسيمي فاينر عنده فرصة انه يوصل نهائي، وهذه يمكن الطابع مال السنة يختلف عن السنوات اللي قبل مسابقات قبل النهائي، مباراة واحدة الفايز تتأهل، أحلى قدر الله تخسر المباراة الأولى تقدر تعوض في الثانية، يعني هاي الجولة الحين من شوطين مو من شوط واحد، إن شاء الله الله يوفقنا في ذي المباراة إن شاء الله. بالنسبة حق النادي الحالة طبعا نادي غني عن التعريف، سبق أنه وصل أو خذ دوري كاس الملك، فأعتقد مو شيء غريب على النادي، ممكن احنا رتبنا أمورنا في مباريات إخراج المغلوب وصلنا لدور الأربعة. لا ما نبيك، شفنا لقاءات الحالة وشفنا مدرب الحالة عارف العسمي وأيضا إبراهيم المشخص الحاضر الغايب المتواجد واللي عاد وسجل هدف وبركصة حلوة شفناها في آخر مباراة. أنا بس كان سؤالي موجه لأبو حمد، ليش ما تكون صريح وتقول لي من كفت أي فريق كفته أرجح للفوز الحد ولا الحالة؟ سؤالك جدا مهم وجميل. حلو، شوف أول شيء لما بنتكلم عن الحد عن الحد، الحد قلت لك فريق عنده مدرب عارف زين، بقول لك ليش السبب، بدون سبب انا في نفس الوقت راح يواجه فريق مو سهل. لو قايل لي مثلا بعض الفرق مثلا لو احب مثلا المرحله اللي مر فيها فريق نادي الشباب كان بقول لك لا الحد أوكي. ولكن اليوم الحاله منتشي، اليوم الحاله يعيش افضل ايامه افضل ظروفه، فريق الحد اللي بالنسبه حق الاغلبيه انه هو الافضل اليوم معسكر يومين حق فريق الحاله، اذا يخشى مفاجاه الحاله، اذا عارف قيمه الحاله. من الاقرب اذا من الاخر من الاقرب، انا اقول لك الاقرب متى ما كان الحد في يومه فعلا راح يكون الحد اقرب، ولكن بنسبه جدا بسيطه، ولكن يعني 51% حق الحد. اي 49 51 ايه. خلاص هاي الخلاصه، تتفق ابو حسام الحد اقرب؟ لا على كيفه الرأي رأيك أنا؟ أي. أنا عاطفيا مع من؟ الحالة زين الحد أجرب لك في عراق؟ الهايبة هذي عايش وياهم الحالة كامل، وإبراهيم زويد ولا أقدر وحربي كامل اللي يلعب كامل لا قبل وياهم سامحني جماهير الحالة وينهم؟ أحبهم جماهير الحالة وينهم؟ موجودين كلهم باكر بنشوفهم في مباراة الحالة منه فيني تربيت وياهم وعشت وياهم وانا صغير والله. شو تقول حق جماهيرهم ابو حسام؟ تعالوا شجعوا فريقكم وان شاء الله النهائي بصوكم. والحد جماهيرهم؟ الحد لا تيون ابو عبد الرحمن بقول حق العد تعالوا ابو عبد الرحمن ابو تركي انا اتوقع ان راح تكون 50-50 ايه صراحتك اللي نعرفها ايه لا صريح بعد لا 50-50 اتوقعها راح تكون لهوه يعني مصالح مني ومن ابو حمد قال 50-50 51 لا 51 زيادها واحد ما اعرف هذه الواحد على شنو طبعا خبره الاقدم افضل لاعبين هذه الواحد هذه الواحد على ايه على الخبره ايه وكذي زين خلصنا انا بعطيهم بعد 52 من له كم بعطيه الحد 52 52 بناء على شنو على الخبره لا كانك انت بس ويا لا يعني الحين بقولك يمكن اقتنع يمكن اقتنع شوف دفتر وش كاتب الدفتر انا اشوف فيه الوان ايش كاتب لا شوف والله لا 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 بكون بتركي انا وياك صادق يعني انا اتوقعها ان الحاله هي راح تكون افضل من الحد الحاله افضل من الحد وحسام يقول بكون معك صادق يعني اللي قاله قبل مساعة بدايه البرنامج انه ما كنت صادق بكون معك صادق عن 50-50 عن 50-50 لا احنا نتكلم وياك بالواقع يعني وجهه نظري انا اتوقع احنا بتروح حق حلاويه اي حلاويه ليش لان يعني يمتلكون لاعبين عندهم سمويل اللي هو يعتبر الهداف مالهم هذه ممكن يخلص لك
بس وش مكتوب؟ عطى الدفتر، عطى الدفتر، عطى الدفتر، عطنا البلدية. مشكور يا ابو كفة الحلاوية عند ابو عبد الرحمن. ابو عبد الله مشكور على على خلينا نتكلم بواقعية. فريق الحد، الحد فاز على سترة وفاز على الرفاع الشرقي. فريق الحد يمتلك خبير وجودة مدرب على مستوى عالي في دورينا، ويمتلك رؤية وتعامل في المباريات، وعنده قدرة على حسم أي خصم والتعامل مع أي خصم. الحد فريق لديه طموح بتحقيق إنجازات، وسبق وحقق إنجازات من الأندية اللي موجودة على خريطة التنافس خلال السنوات الأخيرة. مقدم نفسه رغم الظروف ورغم المعاناة ورغم عدم البنية التحتية ورغم القدرة المالية اللي يعينها، إلا هو من أحسن أندية يعمل في السنوات الأخيرة الخمس الأخيرة أو الست الأخيرة. أنت الحد. أي هو الحد، والحد رغم صعب حقق دوري، حقق كاس زين، ويملك نفس المدرب اللي حقق معه هذه الإنجازات. صح. يعني الحد الأقرب. إذن الأفضلية. الأفضلية. للحد، لكن لا. لكن خلنا نقول ايضا الحالة لما يصل الى هذه المرحلة زين. الكابتن عارف جودة مدرب من المدربين اللي قدر يضع بصمة جيدة في الفريق، ولو انت شفت قدر ان يفوز على فريق المنامة. هناك بصمة فنية جيدة في الفريق. عطني نسبة الحالة. عطني نسبة. لا لا انا اعطيك الفريق الفائز. ما عندي 50-50. متى انا قلت 50-50؟ لا ابو حمد اللي قال مساء 50 دائما دائما. هو يقول ما عندك 50. لا لا في ارجوك 50-50 بلنتي. قال محرك 50-50. شو ما قال؟ من قال 50-50؟ حرق الرفاع. اي نعم حرق الرفاع. والله قال. انا قلت والله قلت 50-50. من الاقرب محرق الرفاع؟ عيدوا عيدوا عشان اكد بس. الاقرب؟ اي الاقرب. الرفاع اكيد. الحين الحين الحد والحالة. الحد 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 الحد. اتمنى الحد والرفاع نهائي. كم النسبة حق الحد؟ شنو؟ ها؟ اتمنى. شنو؟ اي ما اقول لك انا اي تحليل في الحياة في الدنيا اللي انا اتمنى. اتمني. هل احنا جايين نتكلم في تمني؟ لا 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 هو قال لك بناء على لا. بناء على وجه الحد. انا اعطيت رؤيه. بعد ذلك اعطاني تمني. عبد الله. لا لا عبد الله. قول لي. قول لي ليش؟ اعطيت رؤيه. انا اعطيت رؤيه. اعطيت رؤيه. كلامك كان جميل في البدايه. بقول لك اعطيت رؤيه عن الحد وقلت لك في مركز في 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 في, في, في خريطه الدوري هو عنده افضليه على مستوى الترتيب، على مستوى المركز. في فرق بين فريق السادس وفريق التاسع. ممتاز. زين في فرق بين عبد الله فريق عنده 13 نقطة وفريق عنده جسمه 6 نقاط. يختلف ترى. زين. عطيت لكن قلت لك سامح. قلت لك حضور الحالة في المرحلة الأخيرة من الدوري كان حضور في ارتفاع مستوى. باخذ باخذ تمني لأنه يمكن أنا أحب هذا النادي. لا أنت تتمنى. باخذ كلام. قلت أتمنى. أنا عطيت القراءة ومن ثم قلت في التمني في الأخير. باخذ منك آخر جملة. بعد شوي توجهها حق جمهور الرفاع وجمهور الحد، كونك انت تمنيت ان الحد اللي يفوز. خل اخذ بس نادي برجع لك. اوكي. وش تقول حق الجماهير ابو محمد؟ الحد والحاله. لا الحد والحاله. الحد اقرب. الحد اقرب بواقعيه. صح. الحلول اللي موجوده داخل ارضيه الملعب قلت انا موجوده عند الحد بشكل اكبر. الحاله في المباريات الاخيره كان يعتمد على الكرات الثابته فقط. حلو. في التهديف. لذلك الحلول اللي موجوده والتنوع اللي موجود عند لعيبه الحد هم ممكن يحسمون المباراة. يحسمون المباراة. جمهور لمحرك شو تقول له؟ محرك بدون ما نقول له. حاضر. بتشوفونه بكرة. جمهور محرك. أي نعم. جمهور الحالة شو تقول له؟ والله لازم يحضر. لأنك أنت كونك أنت قلت الحالة. الحالة أكيد الحالة. الحالة إذا حضر جمهور ترى يترس لك ملعب. يرجع أيام زمان كامل. الله. هذا جمهور الحالة. جمهور الرفاع. أنا بقول حق اللجنة المنظمة. قبل الرفاع. بقول حق اللجنة المنظمة أنا دائما أحب العدالة زين. بما أن أنتوا يبتون على قلعة الجسمة قلعة العراج، المرة الجاية تكون على قلعة الرفاع على رأسي. حتى تكون على رأسي من فوق. حتى تكون الفرصة متكافئة للجميع. لو أبرد ترى أبرد لما فوق. إيه أبرد. انطحت من فوق من فوق الجبل كيف؟ هو الرفاع غير يا أبو حسام. هو الرفاع غير. بارد. اللجنة المنظمة. حلو. حلو. إيه شو؟ نطلب اللجنة المنظمة الحلقة الجاية في قلعة الرفاع.
الامور فنيه ترى احنا هنا لا 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 مو الحساب على حساب مناطقيه لا 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 الامور تقنيه فنيه احنا بس احنا بعد ايضا الفرصه المتكافئه في كل شيء ان شاء الله زين تكون في قلعه الرفاه هذا طلب ان شاء الله ان شاء الله هذه رساله بس ما قلت لجمهور الحد شو تقول لك هون اللي هو اقرب جمهور الحد وينه جمهور الحد رجاء لا تغيب ترى انت نموذج حضورك بتشجيعك بتميزك فالحد محتاج لك والنادي هذا اللي قاعد يصارع ويقدم نفسه فهو محتاجك في هذا الوقت حداويين خلكم على الموعد والرفاعيين الرفاعيين هم دائما على الموعد وننتظر الهديه الامثل لرئيس النادي الشيخ عبد الله بن خالد والشيخ خليفه النائب الرئيس وفريق كره القدم الذي قدم نفسه بشكل ايجابي هذا الموسم وبحضور وبتميز فالرفاع الاسمر وجمهور سمر الملاعب ما في اسمر الحين سمر الملاعب تعال لحظه سمر الملاعب لا راح حضور لحظه سمر راحوا سمر لا تخربط علي راحوا سمر لا تخربط علي كله بيض الاثاره مشاهدي الكرام موجوده في الاستوديو موجوده في الكره في ملعبك موجوده في قناه البحرين الرياضيه هل تنتقل هذه الاثاره الى ارضيه الملعب مباراه المحرق والرفاع مباراه الحاله والحد وتكون المواجهه ما بين جماهير الفريقين بتشجيع جميل بتشجيع من منطلق الحب والولاء للفريقين هذا اللي بيجاوبون علينا وبيردون علينا جماهير الفرق الاربعه المتاهله للدور قبل النهائي لاغلى الكؤوس كاس جلاله الملك المفدى نتمنى نشوف مستويات فنيه اشكر ضيوف اليوم موعدنا الكره في ملعبك قبل ليله من مواجهه لقاء الاياب كونوا على الموعد مع قناه البحرين الرياضيه وشوفوا اللقاءات على قناه البحرين الرياضيه والمباراه على قناه البحرين الرياضيه مع الاستديوهات التحليليه تصبحون على خير وجبت لك بعض الأشعار أقول فيها دوم يلا عسى خير سلام يلي لك مكانة ومقدار سلام يلي لك معزة وتقدير أعداد ما هلت من المزن الأمطار وأعداد حبك في قلوب الجماهير كل الصعاب أقول فيها دوم يلا عسى خير وسلام يلي